تعبانة ومكسور وانت الشفا في ايديك، مهموم انا وبرمي كل همومي عليك، محتاج انا وعشمان الاحتياج فيك، وفي احتياجي وضعفي برفع صلاتي ليك، وانا بصلي واقف على الباب ومستنيك يا سامع الصلاة. أحبائنا مشاهدي قناة الحرية في كل مكان، بنرحب بيكم في كل مكان في العالم من قناة الحرية. بنرحب بيكم في وقت جديد بنقضيه في وقت متميز من برنامج قوة الصلاة. النهاردة برنامجنا بيقدم صورة للقاء مع الله، صورة للحاجة إلى مخلص، لأن يسوع نفسه اهتم في كل الكتاب المقدس إن هو يقدم مقابلات شخصية مع شخصيات موجودة جوه الكتاب. أحيانا كان رحيم جدا بأصحابها لأن أسماءهم لم تذكر كخطاة، وأحيانا قدم الأسامي لأنها عايزة تعرف. النهاردة لقاءنا لقاء خاص جدا، لقاء يسوع بيدور فيه على خروف وساب 99 خروف، لقاء كان مثلا زي اللي عمله مع نيكوديموس، قعد معاه طول الليل. هو نفسه يقدم معاك لقاء، إن شاء الله لو قعد معاك طول الليل هو مش مشكلة إن هو يكون تعبان، عايزك أنت تفهم، وما عندوش مشكلة إن هو يقابلك في حر النهار ويقعد معاك ويفهمك إن الولادة من فوق مختلفة. إحنا كلنا في احتياج إن إحنا نتولد من فوق، إحنا كلنا في احتياج لمخلص. عنوان حلقة النهاردة الحاجة إلى مخلص. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا ساندي، وصباح الخير لأحبائنا في الشرق الأوسط. صباح الخيرات. وده وقتنا اللي بنيجي فيه ونتحد في الصلاة. أحبائي شركاء الصلاة في كل مكان في العالم، بدينا حملة من أسابيع حطنا لها عنوان حملة الرجوع إلى الله، وأرجو أن كل شركائي في الصلاة في كل مكان يكونوا بيصلوا من أجل كل الناس اللي حوالينا اللي نعرفهم، أن ربنا يلمس قلوبهم ويتعامل معهم. ما أحوجنا في هذه الأيام إلى أن نرجع إلى الله. إذا كنا عاوزين نشوف معجزات، إذا كنا عاوزين المعجزات تبقى جزء لا يتجزأ من حياتنا، إحنا محتاجين نرجع لربنا من كل قلوبنا، نمزق قلوبنا لا سيبنا. يمكن حلقة النهاردة هتختلف شوية، لأننا النهاردة هنتكلم عن السيد اللي واخد المبادرة، اللي واخد الخطوة الأولى، اللي بيبحث، اللي بيفتش. بنتكلم عن الإله اللي أحب، ولأنه أحب جاء يبحث عن الإنسان اللي ضاع وتاه وأصبح مش بيدور عليه. أرجو بل أصلي النهاردة أني يلقى خروف الضال، ويلقى ابنه الضال، ويلقى حبيبه اللي فداه، وياخده في حضنه ويغسله من خطاياه ويحمله على منكبيه فرحا. صلوا النهاردة ربنا يستخدم هذه الكلمات علشان ناس تتقابل معاه، ناس تعرف المخلص وتجد المخلص. دكتور، الرب يسوع في كل مقابلاته اللي عملها في الكتاب المقدس وخصوصا في العهد الجديد اتقابل مقابلة شخصية مع بعض الشخصيات، وفي الشخصيات ديات اللي هي احداهم النهاردة واحدة من الحلقة، يعني موضوع الحلقة النهاردة اسمها ايه يا سندي؟ ملهاش اسم. السامرية. ده لقب حلو يعني؟ لا طبعا، يعني كان معروف من السامرة، حتى من مدينة اسمها سخار، مدينة السكارة. اسم معنى سخار يعني السكر أو السكارة، يعني عار حتى في الاسم يعني. لكن الكتاب كان رحيم جدا إن هو لم يذكر اسمها،
يعني لم يشهر بها كما يقول الكتاب أو بعض المفسرين، نعم. لكن اللي شد انتباهي هو استعداد الرب يسوع نفسه إن هو يروح لغاية عندها، وإن هو يقعد يستناها، وإن هو عايز يتقابل معها. هي مقابلة شخصية. صلاتنا النهاردة إن الرب يسوع يتقابل مع الناس، معانا، مع الناس اللي عايزاه بحق وحقيقي، حتى وزي السامرية كانت نعم. رايحة تجيب شوية مية. مهما كنت، مهما كانت حالتك، مهما كنت في نظر الناس محتقر بلا قيمة، النهاردة ربنا عاوز يتقابل معك. النهاردة ربنا عاوز يعلن لك عن حبه. النهاردة ربنا مجهز لك مقابلة خاصة جدا 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 معك. ما تقولش ما ينفعش، ما تقولش أنا خاطي، لأنه لم يأتي ليدعو أبرار بل خطاء إلى التوبة. أنت غالي وأنت محبوب، وهو بيحبك جدا أكتر بكتير مما تظن. صدقني بيحبك. مش عارف أقولها لك إزاي، مش عارف أوصلها لك إزاي، لكن رغم شكوكك، رغم كل اللي جواك، رغم كل خطية أنت عملتها وأنت كاره نفسك لأنك عملتها، أنا النهاردة عاوز أقول لك أنه بيحبك وبيفتش عليك، ومن خلال برنامج قوة الصلاة عاوز يتقابل معاك وعاوز يفتح عينيك. لو صليت بإيمان، لو صليت من قلب تايب وطلبته، هتلقاه. النهاردة هتبدأ صفحة جديدة في حياتك. النهاردة تقدر تعرف المسيح اللي سمعت عنه معرفة حقيقية. أمين يا دكتور. ممكن تصلي لنا صلاة لأجل مقابلة حقيقية، ونطلب فيها فعلا إن إحنا لو مكناش زي نيكوديموس اللي كان عنده استعداد إن هو يعرف الرب، يدينا هو الشجاعة إن هو يجي لنا ونستعد للقائه. أوكي؟ أمين يا ساندي. عاوزك تصلي معايا. يمكن أنت محتاج معجزة ربنا هيعملها، يمكن عندك احتياج مادي ربنا يسدده، لكن عاوزك قبل كده تصلي معايا دلوقتي من أجل أنك تتقابل مقابلة شخصية معاه. صدقني كده تبقى مش قطعت نص الطريق، لكن كده تبقى قربت جدا من تحقيق كل شيء أنت عاوزه. الله لن يمنع شيء عنك، لكن في الأول قدم نفسك ليه. تعال النهاردة وقول له المسني وتعامل معي. تعالوا كلنا نتحد مع بعض في الصلاة من أجل كل إنسان بعيد عن ربنا، كل إنسان تايه، كل إنسان الشيطان شده بعيد. تعالوا نصلي إن ربنا يلمس القلوب ويرد النفوس إليه. اسم الآب والابن والروح القدس الواحد، أمين. إلهنا الصالح، راعينا الأمين، الإله المحب، الأب المحب، يا رب إحنا بنشكرك من كل القلب من أجل إنك دائما تبحث وتفتش. يا رب، يا رب نشكرك لأن محبتك هي اللي جذبتنا، هي اللي جذبتنا إليك. يا رب نشكرك، 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 لأنه في وقت كنا فيه ضايعين أنت دورت علينا يا رب، في وقت كنا فيه عميان جيت يا رب وفتحت عينينا، في وقت كنا فيه يا رب موتى بالذنوب والخطايا جيت وقومتنا من الموت. تعال النهاردة يا رب، تعال النهاردة ليصل صوتك يا رب إلى كل إنسان بيسمعنا، تعلن عن حبك، تعلن يا رب عن خلاصك. نعم يا رب، النهاردة، النهاردة، النهاردة اعلن عن ذاتك، افتح العيون العمياء يا رب، افتح الأذان الصماء يا رب علشان الناس تشوفك والناس تسمعك، علشان يا رب القلوب تتوب وترجع، علشان يا رب النفوس الغالية على قلبك اللي انت فديتها يا رب تتقابل معاك مقابلة خاصة جدا النهاردة وتحط حياتها بين ايديك. يا رب بنصلي، بنصلي من أجل قريبنا، من أجل أولادنا، من أجل عائلتنا، من أجل أحبائنا، من أجل الناس اللي لسه ما عرفوكش يا رب وبعد عنك، إن النهاردة يا رب تفتح عينيهم يا رب فيعرفوك يا رب، يعرفوك ويجوا ليك ويضعوا حياتهم بين إيديك. يا رب بنصلي كلنا إيمان وثقة يا رب إنك بتسمع وتستجيب، ولك كل المجد. آمين. آمين. أغلى طلبة على قلب الله إن واحد يعرفه، أغلى طلبة
نوجه ليها صلواتنا، وطلبة مستجابة جدا وطلبة مسموعة جدا، وده اللي بنشهد بيه وبنأكد عليه، إن خلاص نفس من يد إبليس هي أعظم خلاص، أعظم معجزة. استعد إن يحصل في حياتك معجزة مش بعيدة عنك، الرب عايز يقدمها لك، معجزة تقدمت من 2000 سنة على الصليب وعنده استعداد يقدمها عشانك كل يوم، اقبلها بس مش أكتر من كده. نكمل بقية صلواتنا وعبادتنا مع ترنيمة يا سيدي الغالي يا كل أمالي. فعلا هو مفيش غير الرب، هو الغالي وهو كل أملنا في الدنيا، هو كل رجانا. مع الترنيمة ونرجع تاني. Oh,
في كل أيامي سيبقى سلامي مؤسسا في الصخر، فيك أنت سيدي يسوع. دي كلمات ترنيمة اللي فاتت، فعلا معناش صخر غير صخر الدهور، هو الرب يسوع وحده الصخرة اللي نقدر نستند عليها، مفيش أي صخرة تانية، مفيش أي سند تاني، مفيش أي حد تاني ممكن نستند عليه، هو وحيد بس، هو الرب يسوع. يمكن عندك حد تاني تستند عليه بس مش هيضم لك، الوحيد الدايم هو الرب يسوع. بس أنا عندي سؤال ليك يا دكتور، نعم، هو الرب يسوع ممكن يتعب؟ طبعا الكتاب بيقول إنه تعب. أوكي. وهو بيدور على السامرية، الكتاب المقدس مش بيقول اعتباطا الكلمة دي، أو يمكن تعب مسافة 6 ساعات مشي، مسافة كبيرة، تحرك الساعة بتوقيتنا 6 الصبح وصل 12 الظهر، تعب وعطش. لكن هو عبر أكتر من مرة، أتعبتموني بخطاياكم. صحيح. فعلا ساعات الناس بتتعب ربنا، ما يبقاش عارف يعمل إيه معهم، يعني مش نافع معهم حاجة، يكلمهم بالمحبة مش متجاوبين معاه، يقفل عليهم مش متجاوبين معاه، يكرمهم مش متجاوبين معاه، يضيق عليهم برضو مش متجاوبين معاه. فعلا الناس بتتعب ربنا، لكن الله من محبته عاوز يقول أنا مستعد أتعب لأني أنا بحب الإنسان، أنا فديت الإنسان، الإنسان غالي على قلبي، أنا مش مفرط فيه، أنا مش هتعب من أجل حد مش بحبه، ومش هتعب من أجل حاجة مش غالية. ربنا بيتعب من أجل الإنسان اللي خلقه على صورته ومثاله، الإنسان اللي بيحبه، الإنسان اللي غالي على قلبه. ربنا بيتعب من التدوير، ربنا بيتعب ساعات يقول هلما نتحاجك يقول الرب تعالى نتفاهم. وانا عاوز اكلمك، انت ممكن تكون فعلا تعبت ربنا معك، ربنا يعمل ايه معاك؟ هو قال كده، ماذا يصنع لكرم وانا لم اصنعه لكرمي؟ لماذا اذا انتظرت ان يصنع عنبا صنع عنبا رديئا؟ يعمل ايه ربنا معاك اكتر من اللي بيعمله؟ يكلمك ازاي؟ كلمك مش عاوز اقول مئات المرات أكتر من كده، وإنت زي ما أنت في عنادك ربنا تعامل معك بكل الطرق الممكنة، وإنت زي ما أنت في عنادك يمكن حاكم على نفسك وبتقول أنا ابن للهلاك، أنا مفيش فايدة، لكن الله من محبته مستعد يتعب تاني وتالت ورابع معك، مش عاوز يفقد الأمل فيك. دايما صوت النعمة بيقول أتركها هذه السنة أيضا، هنقب حواليها وأضع زبلا واسقيها، يمكن تجيب ثمر. أرجوك كفاية عناد، أرجوك تعبت ربنا النهاردة، أعتقد اليوم اللي أنت محتاج فيه تيجي لربنا وتحط حياتك بين إيديه، إذا كنت عاوز تشوف بركة ربنا مالية حياتك. أمين يا دكتور. حتى لو عاكك، حتى لو عاكك حتى لو هي زي السامرية كده، امرأة المفروض يوصفها كتاب امرأة خاطئة. عاوز أقول لك يا ساندي، الإنسان اللي شاعر إنه خاطي ده أقرب حد ربنا. المشكلة كمان في ناس بتتعب ربنا أكتر، الناس اللي حاسة إنها كويسة. أكتر حد تعب ربنا الكتب والفريسيين المرائين، الناس اللي عاملين إنهم بتوع ربنا، الناس اللي عاملين إنهم بتوع الخير، الناس اللي عاملين إنهم ما فيش أحسن من كده تاني، إحنا بنعمل ونعمل ونعمل ونعمل، دول أكتر ناس فعلا تعب ربنا. والغريب إنه يعني عاوز أقول إيه، ربنا كاشف أعماق القلوب، ربنا ما يضحكش عليه، ربنا بالضبط، ربنا عارف إيه اللي جواهم، عارف إيه اللي في أعماقهم. فلو واحد خاطي، لو واحد زي السامرية، لو واحد مدمن، وهنعمل حلقات بنعمة ربنا عن الإدمان، لو واحد مقيد بأرواح شريرة، وهنعمل بنعمة رب الحملة الجاية هتكون من أجل الناس المقيدين بالأرواح الشريرة، إن عندنا إيمان إن المسيح يقدر يحرر. لو ناس تحت تأثير سحر والسحر يعني أفسد حياتهم، الوقت اللي جاي بنعمة رب هنعمل حملة، وواثقين ربنا هيفك ويحرر، وهنسمع أخبار أكثر من رائعة. أيا كانت حالتك، أيا كنت، أيا كانت خطاياك، النهاردة ربنا بيدعوك، ربنا بيقولك كفايعك، ربنا بيقولك ارجع لي، ارجع إلي لأني فديتك. أمين. مع الأخوة المشاهدين، عايزين نتفرج على واحد عك، وإحنا كلنا بنعك وعكينا،
لكن في واحد بس بيستقبلك وانت عاكك، واحد بس ده تترمي في حضنه وتقول له يا رب انا عكيت. ممكن نتفرج على الفيديو اللي جاي وكل واحد فينا هيعرف هو عاكك في ايه. فاصل صغير ثم نعود. هو بابا وانا ابنه، او انت بنته او انا بنته، مفيش غيره. حتى لو عكيت لكن مفيش غيره، الوحيد اللي مش شايف ذنوبك كلها لانه ساترها بدمه، الوحيد اللي بيقولك تعالى مهما كانت حالتك، مهما كنت ملوث بخطاياك، مهما كنت عاكك زي الاخ اللي كان بيكلم في الفيديو، عارف خطيته ومكسوف منها وخايف يتعرى قدام الناس وخايف من الفضيحة، لكن ربنا تلقاه مهما كانت حالته وقال له أنا أبوك، أنا اللي أسترك وأنا اللي بحبك. يمكن هو قال مثل داود، وداود اللي بلل كل يوم سريره بدموعه. يمكن أحيانا بنحتاج نرجع لله بتوبة بدموع، بس في واحدة النهاردة رجعت بتوبة من غير دموع، مجرد توبة إن يسوع لمس فيها احتياجها لي، لمس خطيتها وسترها وقال لها أنا مش عايزة أفكرك بيها، أنت حقيقي قلتي اللي عندك، كنت أمينة في قوالته. رب يسوع أمين جدا في طلباته معانا وفي طلباتنا ليه. عشان كده النهاردة الدكتور إكرام هيشارك معاكو احتياجات تم طلبها من القناة، والطلبات تم استزيد احتياجها مش مننا طبعا، من الرب يسوع. استجابات صلاة رب يسوع اتمجد فيها، وصحابها طلبوا أن هم يعلنوها على القناة. ممكن يا دكتور تتفضل. أمين. يمكن الهدف يا ساندي والهدف أحباء المشاهدين من قوة الصلاة أن ربنا يوضح لكل واحد بيشوفنا قد إيه الصلاة تقدر تصنع المعجزات، تقدر تحل كل مشاكلك بالصلاة. مفيش حاجة تقف قدام الصلاة. لما تعجز، لما الناس كلها يعجزوا، تعالوا نصلي، تعالوا نطلب ربنا، وهنشوف ايد ربنا وهي بتبتدي. ودايما اقول احنا مش بنتكلم عن اله سمعنا عنه، لكن احنا بنتكلم عن اله اختبرناه وشفناه وشايفين معجزاته في حياتنا. واذا كنا عاملين حمل التوبة ورجوع الى الله، ده علشان خاطر المعجزات تكتر، لان خطايانا احيانا بتبقى فاصل بيننا وبينه، فما بيقدرش يصنع معجزات معنا. اذا كنا بنقول لك توب وارجع، ده عشان خاطر تشوف ايد ربنا في حياتك. لما تتوب وترجع هتأتي أوقات الفرج من عند الرب، وهتشوف إيد ربنا وهي ممدودة، وهتشوف المعجزات الحقيقية. المعجزات هتبقى جزء لا يتجزأ من حياتك. ربنا بيشجعنا في كل حلقة يا ساندي. صحيح. النهاردة احنا متشجعين. بنت كان عندها 16 سنة، والدتها كلمتنا لأن الدكتور كان شاكك في أنه يكون عندها كانسر، وعلامات كتير كانت بتقول كده، وصلينا وربنا ادى راحة وادى سلام. ونشكر الله من أجل الشهادة إن البنت ما عندهاش أي حاجة. كل التحاليل بتقول إن البنت ما عندهاش أي حاجة. نشكر ربنا من أجل هذا الأمر. عندنا معجزة تانية النهاردة. حد عنده اكتئاب، تعبان نفسيا، وقد إيه الاكتئاب بيبقى صعب، وقد إيه الاكتئاب بيبقى يعني أصعب أحيانا من الأمراض العضوية. ونشكر الله من أجل أن الرب لمس صاحبه، وذاكر اسمه الأخ سمير، مش هكمل الاسم، لكن هو عارف، وأشكر رب من أجله. هو عاوز يشهد عن اللي عمله ربنا معاه، وفتح باب الشغل تاني وتمجد معاه وصنع معجزة كبيرة معاه. ده إلهنا الصالح، ده إلهنا الأمين. لسه هنسمع عنه، لسه هنشوف معجزاته. وعلى فكرة أنا بشجعك، لو عندك أي طلبة صلاة تواصل معنا، مش عشان نصلي لك لكن عشان نصلي معك. وكل أحبائنا شركاء الصلاة في كل مكان في العالم هنتحد مع بعض في الصلاة، لأن الوقت اللي جاي وقت معجزات، الوقت اللي جاي وقت هنشوف في إيد ربنا وهي بتصنع معجزات. لسه امبارح كنت بزور حد قريب جدا مني،
وكنا بنصلي من أجل أمر ما وربنا صنع المعجزة بصورة غير عادية. الحد اللي كان متدخل في الأمر وهو يعني أمريكي، لما بيقولوا له إحنا بنصلي قال لهم انسوا وقت الصلاة، ده مش وقت الصلاة لكن ده وقت الاستجابة، ربنا استجاب. والحقيقة اللي عمله ربنا كان أروع بكتير من كل تصوراتهم. امبارح كنت واقف مذهول قدام إيد إلهي الرائعة اللي بتصنع واللي بتتمجد. أحبائي هنصلي وهيجي وقت الاستجابة وهنشوف إيد ربنا وهنشوف عظمة إلهنا وهنقول له لم ترى عين إلها غيرك يصنع لمن ينتظره. أمين يا دكتور. يعني حقيقي في طلبات كمان وفي استجابات إحنا مش بنقدر نعلنها يعني لطلب أصحابها. نعم. الحفاظ بالسرية يعني، لكن في نفس الوقت إحنا بنعلن إن فعلا إحنا بنلمس كل يوم الرب. نعم. وبنلمسه بحقيقة والمعجزة بتحصل وبنشوف معجزات تفوق الخيال. أحد الإخوة بدون ذكر أسامي كانت طالبة صلاة لأجل خالها اللي عنده سرطان في المخ، وهي بتقول بعد الصلاة هو ارتاح جدا وحالته مستقرة، يمكن مش فيش من السرطان لسه، لكن احنا على ثقة ان الرب بيحط ايديه وبيطيبه، هو اللي بيطبب الشخص دوت. يعني انا لو قعدت احكي على الحاجات اللي بنشوفها كل يوم من خلال تليفوناتكم من خلال ايميلز، من فضلكم كل طلبة صلاة هي طلبة صلاة احنا بنحطها امام الله بجد وبنرفعها بألم حقيقي. أنا اللي أنا بقوله بشارك بيه أن كل طلبة صلاة مرفوعة بألم داخلي مننا في الصلاة بنرفعها لمجرد أن احنا نحطها قدام الله، مجرد وجودها قدام الله احنا بيبقى عندنا الثقة والإيمان أن الرب هيتدخل فيها. فما تتواناش لو عندك فعلا طلبة صلاة احنا على أتم استعداد أن احنا نضمها مع طلبات الصلاة الأخرى، سواء على الإيميل بتاع البرنامج إيميل القناة، وبالمناسبة دي أحب أعلن على إيميل البرنامج لمرة تانية صلاة @alhurriya.tv، واحنا بنستقبل كل الايميلات بنرد عليها كلها بصفه شخصيه، وبنسمع منكم كمان استجابات اكتر من رائعه. يمكن هنشارك بعض الطلبات في اخر الحلقه اللي جت على الايميل، لكن من فضلكم لا تتوانوا. فعلا احنا خدمتنا ان احنا نقدم الطلبات دي امام الله، خدمتنا ان احنا نحط نفسنا بكل الطلبات اللي انتم بتقدموها أمام عرش الله، وإحنا واثقين إن الله بيلمس كل واحد حسب احتياجه، وده إيماننا، وعشان كده بنشوف المعجزة. يمكن زي ما بقول أحيان كتير ما بنقدرش نعلن عن معجزات لصفتها الخاصة جدا لأصحابها، ولكن كل واحد عنده الرب لمسه بقدرة خاصة وتدخل بذراع رفيعة حقيقي في حياته، سواء كانت تحرير من أمور مقيدة، تحرير من إدمان، تحرير من سجاير، تحرير من عادات سيئة، كل ديات احنا بنشاركها معاكم لأن ده اللي بيجي لنا منها الرب حررني من الأمر دوت. أو طلبات للصلاة لأجل الشفاء، وإحنا عارفين جدا أن الرب هو الرب شفينا، فما عندناش حد تاني نلجأ له وما عندناش دكاترة نلجأ لهم، رغم أهمية الدكاترة مع احترام لكل الدكاترة يا دكتور، لكن في نفس الوقت احنا بنثق أن الله بيستخدم يد الدكتور في العلاج، وبنتصدق جدا ان هو الطبيب اللي عندما يعجز الطب عن ان هو يفهم، الوحيد اللي هيعرف فين الداء ويعرف فين الدواء هو الطبيب الاعظم هو يسوع. فمن فضلكم احنا في انتظار طلباتكم وانتظار استجاباتكم وعلى الايميل، واحنا بنرحب بيكم حتى في التليفونات الخاصه بالقناه معلنه على الشاشه كل شويه. ممكن يا دكتور نتكلم عن موضوع السامرية النهاردة؟ طبعا. ممكن أقرأ بس مقطع صغير؟ اتفضلي. وكانت هناك بئر يعقوب، فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر، وكان نحو الساعة السادسة، فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء، فقال لها يسوع أعطيني لأشرب، لأن تلاميذه كانوا قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا طعاما. فقالت له المرأة السامرية كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ لأن اليهود لا يعاملون السامريين. أجاب يسوع وقال لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. قالت له المرأة يا سيد
لا دلو لك والبئر عميقة، فمن أين لك الماء الحي؟ ألعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منها هو وبنوه ووشيه؟ أجاب يسوع وقال لها: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. قالت له المرأة: يا سيد، أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي. قال لها يسوع: اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلي هاهنا. أجابت المرأة وقالت: ليس لي زوج. قال لها يسوع: حسنا قلت ليس لي زوج، لأنه كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك، هذا قلت بالصدق. قالت له المرأة: يا سيد، أرى إنك نبي، آباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. قال لها يسوع: يا امرأة صدقيني، إنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب، أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن فنسجد لما نعلم، لأن الخلاص هو من اليهود، ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. روح الله والذين الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي له أن يسجدوا. قالت له المرأة: أنا أعلم أن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء. قال لها يسوع: أنا الذي أكلمك هو. انتهى المصابرة. يعني إيه البساطة دي؟ هو منتهى المصابرة وهي في منتهى العناد. يعني مش عارف أقول إيه. يلو طول باله، يلو طول أمان. ده حقيقي. بيفضل يسابر 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 لغاية لما يوصل للنفس الغالية. الحقيقة أنا قد إيه فخور بهذا الإله. فعلا ملوش زي. حديث ملوش مثال. بالضبط. يعني منتهى الروعة، منتهى السلاسة. بيقعد يتكلم معاها بمنتهى البساطة. بيطلب منها احتياج هو مش محتاجه، بس عشان يوصلها للاحتياج اللي هي محتاجاه. وهي بترد في البداية ردود في منتهى القسوة. يعني كيف تطلب مني؟ أنت يهودي وأنا سامري. يعني عاوزة تقول له، بتتهمه كده بأنه مش متعصب لدينه ومش متعصب لعشرته. والحقيقة ده درس مهم احنا عاوزين نقوله دلوقتي، أن ربنا بيحب كل الناس، وان ربنا جه علشان كل الناس، وربنا بيدور على كل الناس. احنا مش بنقدم قوه الصلاه لفئه معينه من الناس، لكن احنا بنقدم قوه الصلاه لكل الناس. يعني اذا كنت من خلفيه غير مسيحيه ممكن تتواصل معانا وهنصلي لك، وكل احبائنا شركاء الصلاه هيصلوا لك، لاننا نثق ان الهنا بيحب كل الناس. التعصب مش من ربنا، التعصب جاية من عصابة محطوطة على العينين. هذه المرأة رغم أنها كانت امرأة خاطئة ومشهورة في كل البلد، ورايحة تملى مية الساعة 12 الظهر، مين بيملى مية الساعة 12 الظهر في عز الشمس؟ لكن هي مش عاوزة حد يشوفها، لأن عينين الناس بتنتقدها، مش عينيهم، ممكن أفواههم، ممكن الناس يكونوا بيبصقوا في الأرض مجرد ما يشوفوها، لأنها إنسانة خاطئة معروفة في البلد كلها. لكن المسيح راح لها مخصوص والتقاها وتقابل معها، ورغم كده كانت متعصبة. قالت له: أنت يهودي وأنا سامرية، ما فيش تعامل بيننا وبين بعض. أوعى تخلي تعصبك مانع للبركة في حياتك. أوعى أوعى تقول أنا اتولدت بهذه المعتقدات وأنا المسيحية بالنسبة لي كفر، أو أنا تعودت على الشيء الفلاني وأنا متمسك. من فضلك دور على الحق بأمانة. ربنا اداك عقل، ربنا اداك عقل تفكر بيه، فكر وابحث، دور على خلاص نفسك، دور على المخلص، دور على الأبدية. أنا بقول لك الكتاب المقدس بيضمن لك الأبدية، المسيح ضمن للسامرية الأبدية. والنهاردة عاوز أقول لك المسيح بس اللي يقدر
يضمن لك الأبدية، وتقدر تقول لو اتقابلت مع المسيح ليا الحياة. ليا الحياة لأن المسيح هو الحياة، مانح الحياة. الأهم من كده إن الأبدية بنعيشها على الأرض. طبعا. ففي ناس بتقول لا، لما هنموت يمكن مش عارف هروح فين، لكن الرب يسوع بيضمنها من وانت هنا، بتبقى عارف انت رايح فين. وده الفرق بين المسيح وبين اي حد تاني. صحيح. لان المسيح مش نبي، احنا مش بنعلم ان المسيح نبي، لكن احنا بنعلم المسيح الله هو الذي ظهر في الجسد. اي ديانه تانيه ما بتضمنش رايح فين، ما اعرفش، الله اعلم. يعني ما حد، انا مش عارف الدنيا هتمشي بيا لغايه فين، او حسب ميزان حسناتي وسيئاتي الميزان هيطب فين، هيطب فين بالظبط. لكن الكتاب المقدس يعلم، اما انا فقد اتيت ليكون لهم حياه وليكون لهم افضل. اذا ما كنتش متاكد من حياتك الابديه، من فضلك صلي النهارده. المسيح هو الضمان، المسيح هو المخلص. لا يوجد اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص غير اسم المسيح. يمكن أول درس عاوز أقوله، السامرية كاد التعصب أن يفقدها المسيح. صحيح. لولا عطشها، يمكن هو تعامل مع نقطة هو عارفها كويس قوي. صحيح. إنها عطشانة، إنها وهو عطشانة. طلب منها أعطيني لأشرب. لأشرب. نعم. فهل هو في احتياج ان هو يطلب منها اديني اشرب؟ طبعا. هو يعني هو بيحب النفس البشريه، هو عطشه للنفس البشريه. حتى على الصليب لما قال انا عطشان، انا عطشان للنفوس اللي انا حبيتها. صحيح. انا عطشان للانسان اللي انا خلقته على صورتي ومثالي والخطيه ضيعته. انا عطشان، يعني مش عارف اقول ايه يا ساندي، في كل انسان بيسمعني، المسيح عطشان ليك، المسيح عطشان ليك، المسيح بيحبك، انت غالي جدا على قلبه اكتر بكتير مما تتصور. النهارده بيقول لك اديني لاشرب، ولو قلت له نفسي بين ايديك، عارف هيديك ايه؟ هيديك ماء الحياه الابديه، الماء الذي من يشرب منه لا يعطش الى الابد. انت جربت ابار العالم، حفرت، هل أبار العالم طلعت لك مية؟ مية رديئة؟ أبار العالم أبار مشققة لا تنبت ماء، والعالم لو قدم مية فهي مية لا تروي الظمأ. الوحيد اللي يقدر يشبع قلبك هو المسيح اللي بيدعوك النهاردة من خلال برنامج قوة الصلاة. ده حقيقي. بعض الناس بتقول إحنا عمر ما ربنا نادينا، عمر ما ربنا تعامل معانا، سيبنا كده، هو خلقنا مش عارفين خلقنا ليه وسيبنا ليه. يمكن بعض الناس التانية بتقول يعني احنا من كتر خطايانا احنا مكسوفين نبص في وش الله، رب جه لده وجال ده، لا مش سايبك، ده فضل معاك، وهو اللي بيعرض عليك اديني اشرب. كم مرة هتلاقي ان تدخل الرب في حياتك كان تدخل حقيقي، وانت اللي قلت له زي السامرية، يا جدع انت يهودي وانا سامرية، انت من حته وانا من حته، انت بتتكلم وانت جوه الكنيسه اصلا انا بعيد خالص عن الكنيسه، او انت من ديانه تانية وانا من ديانه تانية، سيبك من الكلام دوت. كم مره تعرض عليك العرض دوت وانت رديت رد السامريه، انت يهودي وانا سامريه، كل واحد بقى يحط بدل يهودي وسامريه دي زي ما هو عايز، لكن في النهايه ان انت بترفض الدعوه المقدمه ليك، اعطيني لاشرب. رغم ان الرب بيظهر في الاول احتياجه لشرب الميه، يمكن انت تقدم له المعونة، يمكن انت رغم عدم احتياجه، بس عايز يوصلك ان انت اللي محتاجني في الاخر. تستقبل ده ازاي؟ يمكن هو فضل مع السامرية، وده اللي بيعمله مع كل واحد فينا، فضل مع السامرية رغم صدها ليه في الاول، واحدة واحدة زي ما كان الدكتور اكرام بيتكلم، ان وصلنا ان هو في الاخر هي اللي بقت تقول له يا سيد اديني من المية اللي انت بتتكلم عليها دي، رغم ان بداية السؤال اديني اشرب. فقد ايه الرب يسوع بيلمس احتياجنا. نعم. وبيلمس مش بس احتياجنا، زي ما انت قلت هو راح، هي رايحه تجيب شويه ميه، كلمها باللي هي رايحه تعمله. كل واحد بيدور على الرب يسوع. نعم. او مش بيدور، زيها هي رايحه تشوف احتياجها فين. لا هي ما كانتش بتدور. بالظبط. هو اللي كان بيدور. هو عليه. اللي بيدور. ودي محبته. الحقيقه يمكن في ناس بتدور على ربنا، وانا قد ايه بحييها. أنا تقابلت مع ناس كتير جدا بيدوروا على الحق،
ومش لاقيين الحق ومش عارفين الحق، أنا بصلي إن ربنا يفتح عينيهم علشان يشوفوا الحق. هو قال عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة. فأنا بصلي إن ربنا يفتح عينين الناس دي علشان تتعرف عليه وعشان تشوفه. لكن الحقيقة في ناس تانية مش على بالها، في ناس تانية العالم واخدها، العالم شددها، في ناس تانية عايشة بتجري وبتلهس ورا السراب، دول هو بيدور عليهم، هو بيطرق بقوة على باب قلوبهم، هو لا يكف عن البحث عنهم حتى يجدهم بقلب مليان بالحب. الحقيقة ما فيش قلب مليان بالحب زي قلبه. خلونا يعني نتصور عندما يحب الإله فماذا تكون محبته؟ هل لمحبته عمق؟ هل لمحبته علو عرض؟ هل لمحبته أبعاد؟ الإله الغير محدود، عندما يحب فمحبته غير محدود. الكتاب بيوصف محبته بأنه محبة أبدية أحببتك. ربنا بيحبك، ربنا عاوزك، ربنا بيدور عليك، مالكش راحة غير فيه. طول ما أنت عايش بعيد عنه هتفضل تعبان، لكن هترتاح لو جيت وحطيت حياتك بين إيديه. دكتور السامرية قالت له جملة من ضمن الجمل القاطعة، زي بتقول له: أنت يهودي وأنا سامرية. نعم. بصت كده في إني أنت معكش ولا جردل، والبير عميقة جدا. فأنا يعني من وجهة نظر الرب يسوع هو شايف إن معها حق أكيد، إن هي واحد بيقول لها اديني أشرب ومعهاش معهوش أي حاجة يعني تخليه يرفع لها ترفع المية من البئر. ولكن في نفس الوقت اللي احنا بنشوفه إن احنا في أحيان كتير مشاكلنا الشخصية ومشاكل العالم اللي حوالينا بنبص كده لربنا: أنت ما تقدرش تساعدنا بحاجة، أنت معكش ولا دلو ولا معك جردل، والبير عميقة والدنيا صعبة حوالينا. هل ده كلنا بنفكر كده أحيانا؟ نعم. إن في قصاد مشكلة ما أنت ولا دلو معك والبئر عميقة. هنا عدم الإيمان، هنا النظرة البشرية المحدودة، هنا الشعور بالعجز عندما يسود فيجعلني لا أرى. ناس كتير من اللي بيسمعونا شايفين مفيش فايدة، وشايفين إن احتياجاتهم مش ممكن تسدد، وشايفين إن مشاكلهم مش ممكن تتحل. لكن أنا عاوز أقول لك إن ربنا يملك الحل. لو أنت عندك إيمان ربنا يملك الحل، ربنا يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر. أنت مش شايف، لكن هو يقدر، هو يقدر. اطلبه بإيمان، اسأل. هو بيقول للسامرية: لطلبتي أنت منه. وهي مجرد ما طلبت هو كان عنده الجواب. فأنا مش عاوزك تقعد تشغل ذهنك وتتخيل، لأني ذهنك محدود وتصوراتك محدودة، لكن الإله اللي بنعبده، الإله اللي بنخدمه، إله غير محدود، وإمكانياته إمكانيات غير محدودة. وعليك إنك تطلبه بإيمان وتثق فيه، ولما تطلبه بإيمان وتثق فيه هتشوف إيده العظيمة، إيده الرائعة، وهي بتتمجد وهي بتصنع معجزات. نثق إن الرب يسوع بيثق بيصنع المعجزة. نعم. ورغم الأسلوب الرقيق جدا في تعامله مع واحدة خايفة من الناس، نعم، ومدانة من الناس ومفضوحة من الناس، إلا أنها لقت واحد بيكلمها وبيعتبرها كده حتى ليه أهمية. طبعا. فاللي هو أفضل لفظ كان بينادى بي: يا امرأة. قد إيه رفع من شأنها. نعم. وقال لها: يا امرأة. نعم. يعني رب يسوع مش هي، بالعكس قصبة مردودة. نعم. هو اللي بيرفع، لا يقصد، بيرفع من المزابل يسوع. ده حقيقي. فاللي هو يعني الواحد فعلا يقعد قدام الإصحاح ده كده وتقابله مع السامرية. نعم. بشكل كده الواحد مش عارف يقول إيه من كتر ما هو أنا منبهرة. إله بيحب يا سامر. ده حقيقي. إله بيحب النفس رغم إنها خطأ. ده حقيقي. بيحب النفس المحتقرة، بيحب النفس الذليلة، بيحب النفس اللي هو خلقها وعاوز يكون دايما في شركة معه. لذتي في بني آدم.
عندك تليفون؟ عندي تليفون. مش عاوزين بعد نعطل. إذنك. اوكي اتفضلي. معنا دكتور رامز من نيو جيرسي، أهلا بيك يا دكتور. أهلا يا أفندي والدكتور إكرام، ربنا يبارككم ويباركك، أهلا بيك. الحقيقة الحلقة رائعة جدا، والحقيقة إنه يعني الموضوع ده كتل بحثا، ودايما الموضوع عن المرأة الثمرية دايما بيبقى شيء شيق، لأنه الموضوع متشعب وفي حاجات كتيرة بالعقل البشري ما بتبقى صعبة نفهمها. صحيح. ولكن الفهم الروحي والعمق الروحي بيبقى عميق جدا، وبيدينا إن طرق الله مختلفة عن طرقنا. والحقيقة إنه العالم والظروف المحيطة بالواحد كتير قوي بتبقى عاملة زي المرأة السامرية، الظروف ضدي والطيار ضدي، حتى بنمشي دايما نسمع إن واحد ماشي ضد الطيار. والحقيقة لما الكتاب قال امسكوا أنا قد غلبت العالم، أو في العالم سيكون لكم ضيق، هو ده الطيار في العالم، إن العالم هيكون فيه ضيق. صحيح. ولكن الآية اللي بتطمن: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم جوع أم عطش أم خزي أم أمور حاضرة أم أمور مستقبلة؟ الحقيقة كله راجع إحنا باصين على مين، إحنا واقفين فين، هل واقفين على أرض صلبة ولا واقفين على أرض مهزوزة من تحتينا، هل إحنا زي المثل بتاع الكتاب إنه بنبني حياتنا على الرمل ولا بنبني حياتنا على الصخر. عشان كده الحقيقة الموضوع ده موضوع مهم وأساسي، إنه النظر البشري والنظرة البشرية محدودة، ولكن العمل الروحي وعلاقتنا الروحية بالرب أمر غير محدود، لكن مرتبط بيه إحنا حاطين نظرنا على فين. صحيح. وقد إيه ده بيتعمق جوانا، وبنتملي بهذا الأمر، بنتملي بالروح القدس، فنقدر إن إحنا نعيش كده. صحيح. فالحقيقة ده مهم جدا جدا جدا، وكل ما يكون الدلو فاضي محتاجين نملاه. محتاجين نملا 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 نملا. عشان كده أنا بقول أني مية بنشربها، يعني الحاجة اللي ربنا حطها قدامي وأنتوا بتتكلموا، أني مية أنا بشربها؟ هل بشرب مية العالم ولا بشرب من أنهار روح القدس؟ صحيح. دكتور رامز، يعني هطلب منك أنك تصلي من أجل كل نفس عطشانة ما ارتوتش من أنهار الماء الحي. في ناس بيسمعونا لسه بيحفروا الأبار المشققة، ولسه بيحاولوا يشربوا من مية العالم دون ارتواء. فريت دكتور رامز تصلي لنا، وتصلي بلسان كل إنسان عطشان بيطلب من المسيح، من رب الحياة، ماء الحياة الأبدية. تفضل دكتور رامز. هو الحقيقة قبل ما أصلي بس أنا عايز أقول لدكتور إكرام إن أنا الحقيقة عطشان من ماء الحياة، يعني دي الحاجة اللي أنا شخصيا عطشان ليها. آمين. لأن جربت ماء العالم، والحقيقة كل ما بشرب ماء العالم كل ما بعطش تاني. نعم. صحيح. عشان كده أنا بقول النهاردة أنا عطشان لهذه الماء الحية. آمين. أنا شخصيا يعني دي حقيقة، أنا مش مجرد إن أنا بقول كده وخلاص، لكن الحقيقة فعلا يعني وانا بشاركك يا دكتور رامز، وانا كمان كنت لسه هقول احنا بنشاركك ان ميه العالم ما بترويش. صحيح. مره الميه اللي بتعطيها، ميه العالم ما فيهاش ارتواء، لكن حاجتنا لما طب تعال نصلي كلنا يا دكتور رامز، وانت يعني تتقدمنا ونقول له يا رب اروينا دايما من ميتك علشان ما نذهبش للعالم ونطلب منه ميه. اتفضل يا دكتور رامز. يا رب أنا باجي قدامك. شكرك. في هذه الحياة وأقول لك رب حقيقة أن أنا رب عطشان لهذا الماء الحي، أن أكون بشربه كل يوم أمامك. يا رب هذا الماء فعلا ماء يشبع شبع كامل. شكرك. يا رب أشكرك أن هذا الماء هو ينبوع حياة، ينبع إلى حياة أبدية. يا رب جوعني وعطشني إلى هذا الماء أكثر. يا رب كل ما أخذ من هذا الماء كل ما حياتي بترتوي. عشان كده يا رب أنا باجي قدامك مع كل إخواتي يا رب اللي بيسمعوا، وإخواتي اللي بيصلوا مع بعض الآن، لتروينا من هذا الماء الحي، تروينا من هذا الماء الحي.
تروينا من هذا الماء الحي. يا رب يا رب. لا نريد أن نشرب من ماء العالم فنعطش ونستمر نعطش، لكن النهاردة رب بنيجي ونقول لك رب اروينا من هذا الماء الحي الذي يا رب لا فيش حد آخر يقدر يعطينا هذا الماء إلا أنت يا رب. خلينا عند الأقداس يا رب. أنا بصلي كل واحد عنده أشواق يرتوي من هذا الماء ولكن لسه بيحفر أبار مشققة، يا رب تعالى أنت تكلم مع كل قلب وتكلم على كل فكر، مش بكثرة الكلام ولا مش بحلاوة الكلام، لكن يا رب بقلوب أشعة، قلوب جعانة وعطشانة إلى هذا الماء الحي. صلي يا رب النهاردة كل اللي بيسمع من خلال شاشة الحرية يكون بيلمس هذا الماء الحي، يكون بيشرب من هذا الماء الحي فيرتوي ويفيض وتكون بركة وتكون فرح عظيم في السماء في هذا اليوم. إخوتي الأحباء دكتور إكرام والأخت ساندي، باركهم يا رب كثيرا على تعبهم وعلى هذا العمل، صلي أن يثمر ثمر متكاثر باسم الرب يسوع المسيح، ولك الشكر والحمد. آمين. دكتور رامز بنشكرك شكر خاص جدا على صلاتك، كلنا في احتياج لملء كؤوس و يعني والضلو فعلا ما يبقاش فاضي، يبقى فعلا مليان انهار ماء حي يغذينا ويشبعنا ويشبع اللي حوالينا، ما نبقاش فعلا مسقيين ميه مره نسقيها للي حوالينا. وحقيقي احيان كتير بيكون الميه اللي بنشربها هي ميه مره فعلا، وبندي اللي حوالينا فعلا من فضلة القلب يتكلم اللسان، فمش عايزين نكون لساننا وأنا أول واحدة يكون بينقط مر اللي حوالين الناس اللي حوالينا يا رب. فيعني صلاتنا حقيقي إن كل مية هي مية تكون من عند الله فقط، هي مية نبعها رب يسوع نفسه، هو الروح القدس ذاته اللي بيثمر في حياتنا. معنا اتصال آخر، معنا الأخت دولت من كاليفورنيا. أهلا بيك يا أخت دولت. أهلا ساندي حبيبتي. أهلا بيك. أهلا ساندي حبيبتي، إزيك؟ نشكر الرب الحمد لله. أهلا بيك يا أخت دولت. أهلا أهلا دكتور إكرام، إزيك؟ أنا لفت نظري في قصة السامرية دي حاجة غريبة يا دكتور إكرام. فضلي. يعني السامرية التعية بتغالط في المسيح، يعني أنتم تقولون السجود في هذا المكان وهذا الجبل، وأما نحن مش عارف نسجد فين وفين، وكأنها يعني امرأة ما فيهاش أي عيب بس مش ما فيش حاجة شغلها غير السجود فين. والحتة دي بنلاقيها دكتور إكرام كتير اليومين دول. أنا كنيسي أحسن كنيسة، أنا صلاتي أكتر صلاة مستجابة، أنا مش عارف إيه، إحنا كنيستنا الأم، إحنا كنيستنا الأولى، إحنا كنيستنا الرائعة، إحنا كتابنا، إحنا وإحنا حتى الديانات الأخرى. صحيح. انتم بتقولوا المسيح ابن الله خليته ربنا ولد، واحنا بنقول المغالطات اليومين دول الكتيرة يا دكتور إكرام دي مش هتوصل العالم لأي حاجة. صحيح. انا عايز اقول للناس كلها ما فيش حاجة توصلك الى الله والسمع غير شخص الرب يسوع، اللي يعرفوا الناس كلها لازم يعرفوا ان هو الاله الحقيقي وحده ويسوع المسيح الذي أرسل. السامرية لما نوعيت للحكاية دي في الآخر وعيت لنفسها ولكلامها، قالت اديني المية دي أنا عطشانة، اديني المية بتاعتك دي وقبلة المسيح. بنشكر ربنا للكلام اللي حصل في الآخر منها، لكن مش زي الأول دخلة بتغالط وبتتشال وتتهبد وأنتم تقولون وأنتم تعيدون. بنسمع النغمة دي كتير يا دكتور إكرام، يا ريت حضرتك تركز على الحتة دي شوية. نعم. وتتكلم عنها عشان مغالطات اليومين دول الكتيرة. نعم. خالص. أنا بشكر ربنا لأجلكم، أنا كنت بصلي لكم الأسبوع كله حتى للناس اللي طلبت صلوات كلها. نعم. ربنا يبارك. ما عرفتش اسمه، أنا كنت بصلي للأسابيع القبليها وقبليها كله كتبها عندي. بشكر ربنا انه الرب هيتمجد في وقته يسرع. امين انا ادي الاسبوع ده جات له جلطه في القلب يا دكتور اكرام، والرب اتمجد عمل معجزه غير عاديه. اشكرك يا رب. اشكرك. يعني حتى الدكاتره طالعين يقولوا دي معجزه بمنتهى الاعجاز. يعني ربنا يباركه وربنا يباركه ويباركك يا اخت دولت. يعني معجزه ابنك ديت احنا يعني سمعنا بيها طبعا،
يعني ربنا يباركه ويكمل شفاه بالكامل، ميرسي واحنا ميرسي واثقين يا يا اخت دولة حبيبتي، بالصلاة. شكرا أمين. شكرا شكرا. أختي كان الشريان التاجي يا دكتور إكرام كله مطفول بالجلطة، أشكر ربنا. ركبوا له 2 دعامة، مات القلب بتاعه وقف لمدة بتاعت ثواني كده، وعملوا له كهربا على القلب لغاية ما رجعوه. كان حاجة فعلا معجزة بكل نشكر المقاييس. الرب. أول مرة أشوف دكتور أمريكاني يطلع يقول this is a big miracle I didn't see like this before، والمصري قال معجزة بكل المقاييس. كانوا 2 نشكر الرب. رائعين جدا. أنا بشكر إيد ربنا العظيمة القوية اللي صنعت المعجزة دي لابنه وأنقذت حياته روحا ونفسا وجسدا. سلم ده عمل حياته الرب. دي أكبر نعمة أنا فرحت بيها يا دكتور إكرام. نشكر. حبيت أفرح ومفرح البرنامج، نشكر الرب. اللي ما بيجيش بـ 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 بالكلام وبالرضا بيجي بالعصاية. صحيح. يعني صحيح. أنا كنت ببكي بدموع علشان الأولاد يجوا للرب، ولسه أصلي بكمل أصلي للباقيين عشان يجوا للرب كلهم يكونوا. أمين. أما أنا وبيتي فنعبد الرب. أمين. في اسم يسوع وعد هيتحقق. كمل له صلاة. أمين. أخت دولت أشكر رب من أجل هذه الشهادة ومن أجل يعني إلهنا الحي صانع المعجزات. هطلب منك إنك تصلي، بس هذكر بعض طلبات الصلاة اللي جات لنا من أحبائنا، وبعد كده هتتقدمين في الصلاة. وبشجعكم إذا كان هناك ليك أي طلبة صلاة من فضلك كلمنا، تواصل معانا. عايزين نحط روبير والدكتور وإكرام. يا دكتور إكرام. حاضر. روبير وإكرام. روبير وكرم. وكرم. أمين. والرب يتمجد مع ابني يعني بزياده. امين امين امين. في طلبه امين. في طلبه صلاه من الاخت ايفون فهيم من اجل زوجها نبيل، مرض والشفاء، وان ربنا يبارك العيله كلها. في طلبه صلاه من ايميلي، طلبه صلاه ان يسوع يعمل معجزه قبل عيد الشكر في حاجه معينه، وهي تثق في قوه الصلاه. أمين. ربنا يعمل المعجزة مع الأخت إيميلي. ابن الرب في مشاكل بينه وبين زوجته وعاوزين ينفصلوا، وعندهم 3 أولاد. محتاجين نصلي كتير جدا من أجل الأسر اللي الشيطان عاوز يخربها. 3 أولاد. يا رب. ميرنا هي في الجامعة 3 سنة، عملت في عينها عملية وخدت ميكروب ولا ترى بالعينين الاثنين. يا عاوزين نصلي ان ربنا يمد ايده ويصنع معجزة لميرنا وينور عينيها. هنحطها قدام ربنا في الصلاة من فضلكم. الاخ جورج في استراليا عنده مشكلة في الكبد، ربنا يمد ايده ويتمجد. الاخت مريم جورج محتاجة طفل، ربنا عنده كتير. ربنا يعطيكي سوق لقلبك ويعطيكي ثمر البطن. الأخ عصام عبد الملك عنده فشل كلوي، تحديات كتير. أنا مش قادر أكمل تحديات. خلينا نصلي من أجل هذه المجموعة من الطلبات. الأخت إيفون ربنا يشفي جوزها. إيميلي إن الرب يديها احتياجها قبل عيد الشكر. ابن الرب اللي عنده 3 أولاد ربنا يحل المشاكل. ميرنا ربنا يفتح عينيها، بنت في ثالثة جامعة محتاجة ربنا يلمس عينيها. من فضلكم انتوا كمان صلوا، صلوا من أجل هذه الطلبات. تعالوا نتحد ونصلي عشان ربنا يصنع المعجزات. والأخ جورج اللي استراليا اللي عنده مشكلة في الكبد، ربنا يديله كبد جديد. والأخت مريم جورج ربنا يديها أطفال. والأخ عصام عبد الملك من أجل أنه ربنا يشفي من الفشل الكلوي. وآخر طلبة هقولها، طالبها الأخ أحمد، طالب طلبة صلاة من أجل الشفاء. ربنا يشفيك يا أخ أحمد، ومن أجل المضطهدين في مصر. إحنا بنقبل طلبات صلاة من كل أحبائنا. الأستاذ أحمد طالب طلبة صفة طلبة صلاة من أجل شفائه. المسيح يمد إيده ويشفيك يا أستاذ أحمد،
وطالب صلاة من أجل المضطهدين في مصر. تفضلي يا أختي دولة، تصلي لنا من أجل كل الطلبات. تكتوم كلهم قدامي وتصلي لي. يا سامع الصلاة إليك يأتي كل مساء. يا الله العظيم، يا إلهنا القدير، يا إلهنا صانع المعجزات، نأتي لك في هذا المساء يا رب ضارعين، طالبين منك يا رب، إنك أنت أبونا، أنت يسوعنا، أنت حبيب نفوسنا الغالي. مين لينا يا رب غيرك؟ بنشكرك إله الأمانة، عظيم الصريع، يا ملجأ، يا قوة، يا حصن المنيع. أنا بشكرك، بشكرك يا مشتاق كل الأمم، بشكرك، بعظم عملك، بعظم اسمك المبارك اللي ارتضى بي. أنا الإنسانة الخاطئة الشريرة، ارتضيت بي، مررت بي، وكان زماني زمن الحب. أنا بشكرك يا رب، أنا بعظم اسمك يا رب، من أجل من لمسات حبك، من أجل إيدك الممدودة بينا بالخير والرحمة والرأفة. مبارك اسمك إلى الأبد يا رب. أنا في هذا المساء راجي إليك، أنا والدكتور إكرام وبنتي ساندي يا رب، بنيجي أمامك يا رب ضارعين، طالبين منك يا رب شفاء كامل لكل أحبائنا يا رب، للأخت إيفون، لزوجها يا رب، تمدي إيدك القوية المقتدرة المعتزة بالقوة وتلمس زوجها يا رب وتشفي. يا رب اشكر الأخ عصام من أجلك، كبد يا رب، أتي كبد جديد، أتي حياة جديدة، أتي لمسة جديدة يا رب، المس الأجساد التعبانة المريضة يا رب، وحييها، احييها بدمك، احييها بروحك يا رب. بحط الأخ جورج بين إيديك يا رب، بحط إيميلي، بحط يا رب مريم، بحط ميري ميرنا، بحط ابنك أحمد يا رب، من أجل اسمك، من أجل جودك، من أجل مراحمك، من أجل قوتك، من أجل عنايتك ورعايتك. المس ابنك أحمد بلمسة شافية، وري له إيدك، وري له خلاصك، وري له صليبك، وري له عجب يا رب. افتح عينيه يا راس، مش معلق على الصليب، لكن يا راس الحي المقام من بين الأموات. مبارك اسمك إلى الأبد يا رب، اتمجد يا رب، أعلن ذاتك يا رب، أعلن شفاك يا رب، أعلن قوتك. تعال بمجد غير عادي، تعال بقوة شفاء، تعال بدي إيدك القوية المقتدرة المعتزة بالقوة، واشفي وحرر وخلص إيدك تمام هذه النفوس يا رب. إن كان في حد نسيته ما قلتش اسمه، أنت تعرف كل شيء، أنت عارفنا، أنت عارف جبلتنا، أنت عارفنا يا رب. لا مثل لك بين الآلهة ولا مثل أعمالك. مبارك اسمك إلى الأبد. أنا بطلب رحمة، أنا بطلب شفاء، أنا بطلب خلاص، بطلب شفاء روحي ونفسي وجسدي. طوبى للمتكلين عليك يا رب، احنا متكلين عليك، مناش غيرك إله الأمانة، مناش غيرك أبدا. بشكرك من أجل شفاءك لابني، بشكرك من أجل العملية يا رب اللي كانت قوية بكل المقاييس، مديت إيدك وخليت القلب يشتغل تاني. مبارك اسمك إلى الأبد. بشكرك، بشكرك، بعظمك. هللويا، ما أحلى يسوع، هللويا، ما أحلى يسوع. مبارك اسمك، منتظرينك يا رب، منتظرين معجزات شفاء لنشهد ونخبر بكم وكم صنعت بينا ورحمتنا. بارك إخواتي في هذه القناة، بارك الدكتور إكرام بكل بركة رفع احتياج إليه، احسن إليه بالمراحم الأبدية، استخدمه بقوة، اعمل فيه وبي يا رب عمل عجيب في بيته وفي أولاده وفي زوجته. اذكر بنتي ساندي يا رب، باركها، باركها في بيتها مع أولادها مع زوجها، بارك الكل يا رب، باركنا كلنا يا رب، ولإسمك نهدي كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد. أنا بشكرك وبشكرك من أجل حرارة صلاتك، والحقيقة لي تعليق لازم أقوله سريعا. هل من حق الأخت دولة أنها تصلي بهذه الحرارة ولا لا؟ أنت اللي تجاوب. الأخت دولة ابنها مات وربنا قومه الأسبوع ده، يتالي من حقها، من حقها تصلي لهذا الإله الرائع بهذه الحرارة. إحنا مش بنعمل تمثيلية ولا بننفعل انفعالات نفسية، لكن انت لو عندك ابن وضاع منك ومات
وربنا جه قومه تاني. يعني دكتور أمريكاني يقول دي معجزة، هنا الناس ما بتؤمنش بالمعجزات ولا بتؤمن بربنا خالص. فأنه يطلع وهو شايف إيد ربنا وهي بتقوم، أعتقد من حقها، مش كده؟ من حقها تصلي بهذه الحرارة، من حقها تمجد هذا الإله بهذه الطريقة. وإنت لما ربنا هيعمل معك معجزة هتصلي بنفس الكيفية. صحيح. لما تشوف إيديه، إيديه وهي بتمتد وهي بتقيم، تقوم لها ابنها، ربنا يخليه لها ويكمل عمله فيها. أمين. وربنا كمان يصنع معك أنت معجزة عشان كمان تصلي بنفس الكيفية وتقول له قد إيه أنت عظيم وقد إيه أنت رائع وأنت إله ملك زي. أنا آسف أني بخلي لك حد على التليفون. تفضل. معنا بنت الباص، بنت الرب من مصر. أهلا بيك يا بنت الرب، وأسفة لانتظارك على التليفون. صباح الخير يا أخت ساندي. صباح النور، مسهرينك معانا. صباح النور. إحنا متأسفين لأحبائنا في مصر أني حتى ميعادنا تأخر ساعة، لكن لكن إحنا هنواصل صلاة. أنا عارف أنك أنت بتكلمي في ميعاد متأخر جدا جدا، لكن في ناس سهرانه بتصلي. هالشركة انا بستنى البرنامج ده من الخميس للخميس. ربنا وبنامش غير لما بتصل بيكو. ربنا عشان ماجد، ماجد وابو ماجد. ايوه اوكي، مش ناسيين. وصدقيني يا بنت الرب يعني ماجد عظمه هيتلمس يا حبيبي. الساعه 3:30 بالليل يعني قبل ما تطلعوا على الهوا، صحي من النوم شنقان وتعبان جدا عشان انا قلت لكم واخد كمان دور برد الصدر. أيوة. خد 17 إبرة مضاد حيوي. يا نهار أبيض. لما جاي له هبوط وكل شوية يعرق، وكان تعبان جدا وشنقة كان هيموت. قعدت أصلي له لحد ما أنتوا طلعتوا على الهوا. عايزاكم تصلوا له تاني وربنا يمد إيده بقى ويتمجد. أمين أمين. أصل أنا تعبت قوي واتخنقت قوي يا أولاد. لا إحنا إحنا متفقين معاكي في الصلاة، لكن بصي منتظروا الرب لا يخرون. منتظرين الرب يجددون قوة. أفضل مستنيه كده. تستنيه بإيمان، تستنيه بثقة، تستنيه وانت غلبة. تستنيه. أمين. مش تستنيه وانت مغلوبة عن أمرك. لا استنيه وقولي يا رب أنا واثقة فيك، واثقة إنك جاي. هو ساعات يجي في الهزيعة الرابع، ساعات يجي في الهزيعة الرابع، لكن هو بيجي. عايزكم تصلوا له. أمين. صدقيني بنصلي. دولة تصلي لماجد وابو ماجد. أمين. والاخت مريم العابره تصلي لهم برضو. أمين. والاخت منال. ربنا يخليكم يا رب يكونوا سامعيني. امين. هنبلغهم حتى لو مش سامعينك دلوقتي، نبلغهم لو نقدر نوصل لهم. يكتبوا اسم ماجد في كشكول الصلاه عندهم وابو ماجد. امين. وحضرتك يا دكتور اكرام ما تنساش ماجد على طول هو وبابا في الصلاه. صدقيني انا مش ناسي، وحاسس إليك. حاسس بقلبك، قلبك المكوي، قلبك الحزين، واللي فرح قلب الأخت دولة بأنه أقام ابنها هيفرح قلبك وهتشهدي. أمين. عن هذا الإله. أمين. حط ثقتك فيه، حط ثقتك فيه وقولي يا رب أنا واثقة فيك، واثقة إنك إله المعجزة. أمين. بنت الرب انا واثقه ان انت هتكلمينا خميس من الاحد الخميسات اللي هتكون موجوده. ما تتضايقوش مني، انا هتصل بيكوا كل خميس يا حبيبتي. تتكلمي في اي وقت، احنا بنرحب بيكي وبنرحب بتلبتك لان انت بتطلبي الرب والرب هيجي لك. هو قال انا هو الرب شفيك لجوزك ولابنك. بس انا واثقه ان انت كل خميس من اللي هتتكلمي. انا مش هنام ابدا، افضل سهرانه كده لحد ما انتوا تخلصوا او اول ما تبتدوا افضل صاحيه برضه. بصي يا بنت الرب انا عايزه اقول لك حاجه، انا عندي ايمان كامل ان ابنك هيتم شفائه وهيكون عمل عظيم جوه بيتك. هو الرب عايز يقول لك ان انت هتشهدي بصوتك اللي بيعيط ده دلوقتي، هتشهدي ان الرب مد ايديه وقوم ابنك من مرض مقعده. وده هو قال، هو قوم مقعد، هو الوحيد اللي ليه سلطان على المرض، هو الوحيد اللي ليه سلطان ان هو يقوم من ضمن حبي ابنك. بس حبيه قوي، هو محتاج حبك دلوقتي، وحبي جوزك هو محتاج حبك. وانا واثقه ان الابو كل الانوار هيديكي حب يكفيكي ويكفيهم هم كلهم مع بعض. يعني انا كل اللي مصدقاه ان انت هتشهدي في احد الايام الخميس القادمه ان ابني تم شفاء. امين يا رب. يعني انا مؤمنه بالكامل. أمين. يا دكتور انا ما عنديش اي شك. الحقيقه ربنا حاططها. نفسي اتصل بيك اقول لكم ماجد خاف. بنعمه الرب هستنى المكالمه دي. انا على ثقه ان الامر مرفوع قدام ربنا،
وعلى ثقة إن طالما مرفوع قدام الله يبقى أنت ابنك وجوزك، وأنت بيتك بالكامل محطوط ومحفوظ بين إيدين الرب. ما هواش كلام، صدقيني ما هواش كلام عشان نتكلم معاكي ونطيب خاطرك، صدقيني ده كلام أنا بثق فيه ومؤمنة بيه وبنشوفه، نشوفه كل يوم باسم يسوع يا رب. أمين. إحنا بنثق في اسم يسوع، بنثق في اسم يسوع إنه يخلص. أمين. هذه الصرخات، هذه اللجاجة مش اعتباطا، لكن ربنا حب يحط قدامنا مثال إن إحنا نصلي بلجاجة ونطلب الرب. إذا كان قاد الظلم بينصف مختاريه الصارخين إليه، فكم بالحري إلهنا المحب. صحيح. إلهنا بيسمع صلاتنا، بيسمع لصراخنا، بيستجيب لطلباتنا، وهو إله قدير بيمد إيده ويصنع معجزات. النهاردة ساندي عندنا طلبات كتير الحقيقة. الحقيقي أنا كمان عشان على الطلبات اللي جاية على إيميل البرنامج بكرره تاني للسادة المشاهدين، البرنامج صلاة at الحرية.tv، صلاة at الحرية.tv. قبل دكتور ما تاخد طلباتك ممكن دكتور عزيز يخش معنا. طبعا عشان ما نعطلش دكتور عزيز. اهلا بيك يا دكتور، اتفضل. نقول طلباتنا عشان كمان يصلي من اجلها. اوكي. يعني لو حضرتك كنت تابعت الدكتور اكرام في خلال ثواني قبل ما حضرتك تخش، هنقول لحضرتك طلبات عشان نصلي كلنا مع بعض لاجل الطلبات ديت. حضرتك اتفضل. اوكي اتفضل. اتفضل يا دكتور عزيز. الحقيقه انا كنت يعني قصه السامريه شغلت في حاجه كده بسيطه، ان السامريه لما الرب كلمها مكتوب جمله انا وقفت قدامها كتير الحقيقه عشان يعني عايز افهم ايه معناها، اللي هي تركت جارتها. المفروض ان السامريه رايحه بئر يعقوب وقت يقال انه في حر الظهيره. صحيح. محتاجه للميه، ماشيه مشوار بتحاول تدارى من عيون الناس، والرب كلمها وكلمها عن عطشها وكلمها عن المياه الحقيقيه اللي حصلت، ان سادت جرتها وراحت تشهد عن المسيح. يعني سالت نفسي كتير، طب هي سادت الجره ليه؟ ما تملى الجره بالميه وتروح تشهد عن المسيح لانها اكيد محتاجه تشرب. لكن كانت الاجابه ببساطه ان الرب لما بيشبع القلب مش بس بيشفي من الجوع والعطش الخطيه، لكن حتى الجوع والعطش الجسدي الرب بيشبع. وكان الجرة دي كانت رمز للفراغ اللي هي عايشة فيه، رمز للاحتياج اللي هي عايشة فيه. ثابت الجرة دي وقالت إنسان قال لي كل ما فعل. عشان كده فعلا الرب لما بيقابل أي شخص أيا كان نوع الجوع اللي فيه وأيا كان نوع العطش اللي فيه أيا كان نوع المستوى اللي عايش فيه، لكن دايما شايل على كتفه جرة فاضية لغاية ما بيقابل المسيح، بيسيب الجرة دي وبيسيب العطش دي وبيسيب العالم بكل ما فيه، إن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة وبيشبع في الرب. فأنا حابب أشارككم بالصلاة من أجل الطلبات، مش عارف هتقولوها ولا. هقولها لك دلوقتي يا دكتور عزيز. والحقيقة قبل ما أقولها أنت أثرت نقطة مهمة جدا أنا محتاج أأكد عليها. سيب جرتك كفاية وتعالى اتبع المسيح. متعطل ليه؟ متعطل ليه؟ ما أنت شايف إنها ملهاش نفع، كل ما بتشرب بتعطش أيضا. ما تعلمتش. أتمنى النهاردة تترك الجرة وتطلع لبرة، تطلع للحياة، تتقابل مع رب الحياة وتشرب من ماء الحياة. مش عارف أقولها لك إزاي، أنت عارفها، ملهاش لازمة، عالم كله فاني. ياما رنمنا وقلنا كل العالم فاني، وسليمان من قبلك قال قبض الريح. عالم ملوش لازمة، عالم ملوش لازمة. الأوان جه علشان تيجي للمسيح، الأوان جه علشان تشرب من مية الحياة الأبدية، أوانك جه علشان تسيبك من مية العالم اللي ما بترويش وتشوف ماء وتشرب من ماء الحياة الأبدية. دكتور عزيز هنصلي، وأحبائنا المشاهدين شركاء الصلاة
هنصلي من أجل سامية، عندها كسور في الحوض ومشكلة كبيرة مادية. سناء طلبة صلاة من أجل ابنها مينا، مش محددة. الأخت مريم طلبة صلاة من أجل جوزها في الكويت وعنده مشكلة مع الكفيل، إن ربنا يحل هذه المشكلة، وهي عندها خوف وتعب نفسي، ربنا يمد إيده ويلمسها. الأخت وردة عندها الغدة والمفروض إنها تعمل عملية وخايفة. الأخت سوسن طلبة صلاة من أجل إن ربنا يسدد الديون، الأسرة عليها ديون كثيرة. ابن الرب من بني سويف نفسيته متحطمة، محتاج شغل، سنه 32 سنة ومعملش أي حاجة في حياته، ربنا يمد إيده أمين. ويتمجد. صلاة من أجل الأخت صفاء إن رب يشفيها، مش محددة إيه المرض، لكن أيا كان المرض إن الرب يمد إيده ويشفيها. الأخت نادية طلبة صلاة من أجل أندريا إن الرب يشفيه، أمين يا رب، مد إيدك اشفي الأخت صفاء واشفي الأخت الأخ أندريا. الأخت نغم عندها مشاكل مع جوزها وطلبة الصلاة من أجله، هنصلي من أجله ومن أجلك. عندنا صلاة مكتوب كده، أرجو أن تصلوا من أجل كارولين للشفاء، عندها شلل أطفال، محتاجة عملية كبيرة علشان تمشي، حاجة في النخاع الشوكي وممكن العملية يكون لها مضاعفات خطيرة. والأخت كلوديت عندها مرض في الغدة الدرقية، تعبانة جدا. صديق مسلم اسمه زكريا عنده سرطان، بنوه احنا بنصلي من أجل الكل، أيا كانت ديانتك ابعت لنا إيميل البرنامج اللي ظاهر على الشاشة، صلاة الحرية.tv، أو كلمنا، حبيت تتكلم على الهوا عشان ناس كتير تسمع صلاتك، أحيانا لما تتكلم الناس هتتجاوب وهتصلي أكتر. تواصل معنا، تواصل، احنا بنصلي من أجل كل الناس، بنصلي من أجل زكريا عنده سرطان والدكاترة ادوله 3 أشهر فقط، وبتقول أنا واثقة من مخلصي وإنه سوف يشفي. أدي أنا يعني لامس محبتها وهي بتطلب هذه الطلبة من أجل الأخ زكريا رغم أنه هو مسلم، وبتوصيني أنا وصية خاصة أني نصلي من أجله، هنصلي من أجل كل هذه الطلبات. تفضل دكتور عزيز وأحبائي شركاء الصلاة، ياريت كلنا نتحد مع بعض ونحط هذه الطلبات قدام الرب وننتظر أن الرب يمد إيده ويصنع معجزات. خلونا نصلي. أمين أمين. فضل هللويا. أبانا بنشكرك ونعظمك من كل القلب يا رب، فعلا جايين بكل اتضاع القلب قدام شخصك الكريم يا رب، بنرفع هذه الطلبات وثقين يا رب أنك أنت تستمع لكل طلبة وتستجيب يا رب. بنشكرك احنا جايين يا رب بنتحد وان احنا بنرفع هذه الطلبات بقلب واحد ونفس واحدة أمام شخصك يا رب. صلاة يا رب من أجل شفاء كل نفس تطلب شفاء يا رب. بنرفع بصفة خاصة ماجد يا رب ووالدته اللي تصرخ يا رب من أجل شفاء ليه يا رب. يا رب أنت اللي أوقفت نزيفة الدم، أنت اللي فتحت عينين الأعمى، أنت اللي خليت المفلوج يمشي ويظفر فرحا، أنت اللي خليت المشلول يا رب وكل منكسر القلب يا رب يستمتع بشفاء كامل. يا رب انت خالق الجسد وخالق كل خليه فيه، وانت قادر تمد ايدك بشكل وشفاء معجزي زي ما تمجدت يا رب في ابن اختنا يا رب وشفيت يا رب. انت تستطيع ان تشفي يا رب بالكامل يا رب. بحط بين ايديك جميع الاسماء يا رب، امجد مره ثانيه، بحط يا رب بين ايديك الاخت ورده في الغده النكافيه، بحط صفاء التي تطلب من اجل الشفاء، بحط الاخت ناديه، بحط يا رب اندريه وطلبه الشفاء الخاصه ليه
بحط كارولين، بحط كلوديا، بحط أخونا زكريا يا رب، هو بالفعل أخونا في الإنسانية، وبيطلب يا رب، بيطلب مجدك، وبتطلب الأخت اللي من أجله مجدك يا رب. يا رب إن كان الطب قال 3 شهور، لكن أنت كلامك، أنت ليك الكلمة الأخيرة، أنت ليك السلطان، أنت ليك يا رب الإشارة الأخيرة والكلمة الأخيرة. يا رب بنشكرك لأن كل طلبة شفاء يا رب لهذه الأسماء وأي اسم يا رب يذكر تاني بين إيديك، أنت الوحيد القادر يا رب أن تشفي شفاء، ليس شفاء جزئيا ولا شفاء مرحليا، لكن شفاء كاملا في اسم الرب يسوع. يا رب كل شخص عليه ديون يا رب، يا رب كل شخص فعلا عنده احتياجات، احنا بنثق انك انت تملأ كل احتياج. بنحط مريم يا رب وزوجها اللي عنده مشاكل مع الكفيل، انت ترتب يا رب الكفيل وترتب يا رب هذه المشاكل وحلول ليها. بنحط الاخت نغم في مشاكلها مع الزوج، يا رب احنا بنثق انه ان لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون. انت يا رب فعلا تدخل البيت ده وتزوره زياره خاصه، وكل بيت في مشاكل بين الزوج والزوجة عشان يكون بيت بيرفع اسمك ويمجدك، ويكون لغه الترنيم والتسبيح فيه زي ما قال عبدك يشوع، اما انا وبيتي فنخدم الرب. بحط يا رب كل يا رب شخص شاعر بديون، ابن الرب من مصر اللي نفسيته تعبانة وبيحتاج إلى شغل، بحط يا رب بين إيديك، وكل شخص بيبحث عن شغل طلبتنا كلها بين إيديك بكل اتضاع القلب وثقة ويقين وإيمان إنك تسمع وتستجيب، لأنك إله صالح ولا الأبد رحمتك، وليك يا أبانا كل المجد. آمين آمين. ممكن يا دكتور نخرج فاصل مع ترنيمة إهداء من أحد العاملين مع الله معنا في القناة، الأخ جاك أهدى ترنيمة خاصة منتجة من الكنيسة عندهم باسم شكرا ليك أنقذتني يا الله. ده ترنيمة شكر للرب اللي أنقذ كل نفس من فم الأسد، من كل فجوة وقع فيها، من كل فخ انكسر حول شخص كان في إيد الإبليس والنهاردة في إيد الرب. فنتابعها مع بعض وبنقدم شكر خاص لأخ جاك. ممكن أقدم ليك تقبله مني يا مالي، رد الحب اللي قدمته لي برحمتك أنا راجع لي. ناديتك ربي
صوتك ربي سمعت لي من القبر والموت اديتني حياة لكل قلبي حررتني شكرا ليك أنقذتني يا الله شكرا ليك أنقذتني يا الله شكرا ليك أنقذتني يا الله نشكر فريق هوب وبالأخص الأخ جاك على تقديمه هذا العمل الرائع حقيقي للقناة وخصوصا في برنامج قوة الصلاة. بشكرك وبشكر كل فريق العمل وشكر خاص فعلا لكل واحد بيقدم خدمة للرب، لكن الأهم إن بيقدموا شكر شكرا ليك لأنك أنقذتني يا الله. حقيقي كل واحد فينا بيرفع إيديه وبيقول له شكرا ليك يا رب على إنقاذك لحياتنا وانقاذك لينا من كل فخ نصب لينا حتى في مسيرنا معاك. لكن انا صلاتي النهارده لكل واحد الفخ لسه منصوب قدامه واقع فيه، لكن احنا الكتاب بيعلن ان الفخ انكسر وان صرنا احرار، ده كلام الرب. واحنا نفسي يعني معانا مكالمه تليفون وانا هطلب من الاخت منال دلوقتي تدخل معانا لأن نفسي الأخت منال تصلي لكل نفس مقصورة، كل نفس محطوطة تحت أسر وسلطان إبليس، لأن دكتور جت عدد من الطلبات اللي يعني أنا لا حصر لها. أنا مذهول من الطلبات اللي قدامي ساندي، لا حصر لها في, في, في جزء واحد بس الأسر. الشباب من سن 15 لغاية 25 عدد من الطلبات غير طبيعي، عن طريق التليفونات، عن طريق الفيسبوك، عن طريق إيميل البرنامج، شباب بيضيع، شباب واقع في أسر إبليس. المسيح هيحفظ، المسيح هيحفظ. أمين. المسيح أمين هيحرر. يعني أمين. أنا عندي نموذج لأم بتناشد كل واحد يقدم صلاة لأجل ابنها. أمين. اللي ما بقاش يكلمهم، ما بقاش في ساب الدراسة، أدمن المدمن المخدرات. أمين. لأنها اعتبرها إدمان. احنا على قلبنا الحمله الجايه هتبقى حمله للتحرير من قيود ابليس. امين. قيود في اسم السحر. يسوع. وهناخد حمله للصلاه من اجل ولادنا. امين. من اجل الشباب. امين. النهارده الحقيقه انا متشجع لان ربنا بيشجعنا. الاختبارات اللي قلناها في اول الحلقه، معجزه اقامه ابن الاخت دوله. بالظبط. ووجود الاخت منال معانا دلوقتي اللي اختبارها شجع الكثيرين. بالظبط. وانا واثق ان صلاتها هتفرق، لاني الناس عارفه الاخت منال ماتت وربنا قومها. أمين. الاخت منال ربنا شفاها من كانسر ملوش شفاء، وهي بتشهد عن هذا الاله الرائع. شاركونا الصلاه من فضلكم، احنا مش عاوزينكم متفرجين، لكن احنا عاوزينكم شركاء معنا في الصلاه. اهلا بيكي يا اخت منال. اهلا دكتور اكرامي واهلا ساندي. اهلا بيك، انا مبسوطه قوي ان اكون معاكم. احنا كمان مبسوطين بيكي جدا. بقول لكم ميرسي ساندي. حابه اقول لكم ان فكره البرنامج دي كانت على قلبي، كنت بصلي قوي ربنا ان يبقى في برنامج من كتر برامج في الفضائيات كتير جدا، برنامج يبقى فيه حضور الله، كل يدخل مش يتكلم اي كلام ومدح، لكن يدخل يصلي ويبقى حلقه صلاه عالميه بتغطي العالم كله، والناس بنفس واحده وروح واحده بتطلب الرب بقوه، والرب يكون حاضر في كل بيت فاتح القناه وبيتفرج على البرنامج ده. ده كان في قلبي ولقيت فعلا ده بيتحقق في برنامجكم، وانا بشكر ربنا جدا لان الموضوع مش محتاج لا كلام ولا فلسفه، لكن محتاجين ركب سجده وصوت بيصرخ ويتضرع لإله حي يسمع من السماء ويستجيب كما بنار لأنه بيحب أولاده. نعم.
النهاردة اللي على قلبي قوي إن موضوع الحلقة بيقول إن الحاجة إلى مخلص. أيوة. فعلا الحاجة إلى واحد. صحيح. النهاردة اللي على قلبي قوي أنا أشاركه بيه إن لو أي حد من اللي بيسمعنا منحني ومضغوط تحت أي نير من خطايا أو قيود أو مرارة في النفس، في مخلص، الحاجة إلى واحد، مش محتاج تطلب أي حاجة غير يسوع المسيح يدخل حياتك. أمين. لأن اسمه يسوع، يسوع يعني مخلص. نعم. بالتمام يسوع. مخلص. أمين. هو المخلص. أمين. ليس هناك اسم. أمين. آخر. أمين. تحت السماء إلا يسوع. نعم. فالنهاردة يسوع يطلق يعني كل حد بيسمعني عايز أقول له إن في دواء وفي علاج، هو يسوع المسيح. نعم. للخلاص من الخطية. إذا كنت حاسس بالوحدة وبالمرارة وما فيش حد بيسأل عنك، هو اسمه كمان عمانوئيل اللي بيقول أنا الله معك، هو معك في وحدتك. لو كان الحاجة للشفاء ومنحني تحت مرض، عارفين اسمه ايه؟ اسمه يهوى رافا، يعني انا هو الرب شفيك، هو يشفي بالتمام. الحاجة الى واحد، كل الاحتياجات وكل حد قلبه يطلب شيء في هذا العالم سيجده في المسيح، لانه فيه الكل. وهو بيقول كده ان اسكب روحي على كل بشر، وبيقول كده كمان بيقول ان اسكب مياها على العطشان وسيولا على اليابسة. لو انت عطشت ولو انت جعت، لو انت عطشت وجعتي، انك يبقى المسيح نصيبك، هتاخدي كل حاجة، هتاخدي الشفاء لابنك. بكلم بنت الرب بقولها ما تحزنيش النهاردة، قوليله يا رب انا بطلبك نصيبي في هذه الارض، باخدك نصيب ليا، ولو ما انت تكون نصيبي هتشفي ابني وجوزي وتديني الفرح. صحيح. الكامل والنصرة والخلاص. أحبائي أنا بكلمكم عن اختبار، أنا اختبرت إن أنا أحط حياتي في إيد المسيح وأسرتي وبيتي، فلما جي إبليس يأتاك حياتي ويهاجمني بمرض إن أنا حياتي تسلب، كنت واثقة في إلهي جدا وقلت له أشكرك لأنك أنت نصيبي، معاك مفيش خوف مفيش دموع. كنت فرحانة جدا، كنت أقوم كل يوم جوايا فرح، فرحانة. الدكاترة يقولي بكرة هتموتي مفيش علاج، لكن أنا جوايا فرح عايز أقول لكم لا يوصف. يعني سلام الله الذي يفوق كل عقل، كانت آية بعرفها في الإنجيل لكن اختبرتها، سلام يفوق كل عقل. وانت في وسط النار، وانت في وسط التجربة، وانت في وسط الألم، هتحسي ان في سلام الله اللي بيغمرك بيخليكي طايرة. كنت أصحى من النوم أشوف الشمس طالعة أقول الدنيا دي جميلة ورائعة، يسوع خالق الكون فيا شايفة كل حاجة جميلة. أحبائي الحاجة إلى واحد. صحيح. إذا لو أنت وأنت خدت يسوع نصيبك ستأخذ كل شيء بغنى معه للتمتع. هتأخذ شفاء، حرية، سلام، هتبقى فوق العالم كله. المسيح هيرفعك وهتشوف كل حاجة بحجمها الطبيعي لأنك إله الكون يسكن فيك. عايز أقول كمان إن هو قال كده، طوبى للجياع والعطاش، جوع وعطاشه للمسيح وحده. فليكن النهاردة الدعوة الحاجة والجوع. يا رب أسكب جوع وعطش في قلوبنا ليك ولشخصك. السامرية على قد ما كانت إنسانة خاطية، لكن المسيح كان شايف في قلبها جوع وعطش، كانت عطشانة وبتقول فين السجود. صحيح. كان جواها عطش حقيقي، هو شاف البذرة الصغيرة دي رغم كل الخطايا. نعم. ملاها بالإيمان وقال لها أنا هو المياه الحية. فشربت المياه وحياتها تغيرت في لحظة. النهاردة يا رب بالروح القدس أسكب جوع وعطش يا رب. عشان نعطش ليسوع إنه يمتلك حياتنا ويكون لينا نصيب. أمين. يا رب النهاردة بالروح القدس كل حد شايف تجربة يطلع برا التجربة وبرا المشكلة ويقول آخد الأول المسيح نصيب ليا، أخذ ليا ميراث في هذه الأرض، بعد ما أخذ المسيح ليا نصيب. نعم. أواجه بي كل ظروف صعبة. إذا كنت في الأتون النار مش هتأثر فيا. إذا كانت أتت كل الأمراض باسم يسوع المسيح، باسم يسوع. أخت منال أنا طلبة منك طلب، أي عوز وأي جوع وأي احتياج المسيح يسدد. أمين. المسيح يأتي بفرح للمكتئبين، المسيح يأتي بالتأهين. كل الأباء والأمهات اللي أولاد هم بيتوه في العالم زي ما ساندي كانت بتشارك، بتناشد كل أب وكل أم قبل ما تبكوا على أولادكم امتلكوا المسيح في قلوبكم انتم، اركعوا بقوة
وبصلاة بوصلوا من أجل ولدهم ولادكم هيأتوا، لأن المسيح يريد أن يخلص بالقليل أو بالكثير. أي صلوات قليلة بس فرس حطوا المسيح نصيب ليكم. أمين. خذوا ملك الملوك ورب الأرباب على حياتكم وكان يسمع أمور عظيمة. فهو ملك المجد، المجد يعطي الروح بلا كيل بلا كيل للذين يسألونه. أمين. أخت منال، أنا عايزة أشاركك بحاجة صغيرة، إن في خلال الأسبوع اللي فات جاء إيميل على الإيميل بتاع البرنامج، وكان بخصوص أختين أنا ما أقدرش أقول أساميهم، ما أخدتش إذن بصراحة أن أنا أقول أساميهم. الاثنين مصابات بالكانسر في سن صغير قوي، هم عندهم 23 سنة، وشجعتهم إن بعت لهم الاختبار بتاعك أنت عشان يشجعهم. نعم. تشجيع خاص لإصابتهم بنفس المرض وطالبين صلاة لأجل نفس المرض. فأنا ممكن أطلب منك النهاردة هتصلي لأجل الأختين، وهم في إنجلترا من غير ذكر أي اسم. والطلبة اللي أنا طلبتها قبل ما تدخلي معنا على طول، لأجل كل الشباب اللي واقعين في أسر إبليس وتحرير من أجل كل الأمور المسيطرة على حياتهم. وطلبة تالتة لأحد الأشخاص اللي بيصلي لأجل أو طالب صلاة لأجل جوز أخته، لأنه عنده رينال فيلير وعند أخته رجليها مكسورة، وطالب صلاة خاصة جدا. فمن فضلك ممكن تشاركينا في الصلاة لأجل وبلاس ماجد مامة ماجد طالبة صلاتك مخصوص. فمن فضلك يعني ما عرفش معاكي ورقة وقلم ولا، لأنك هتضيفي كمان النهاردة عندنا طلبات صلاة كتير، لكن ربنا مشجعنا الحقيقة. ربنا شجعنا بصوت الأخت دولة. كل مرة الأخت منال بتخش إحنا بتشجع جدا، لأن الأخت منال ربنا اداها حياة جديدة، لأن ربنا أقامها من الموت. يا جماعة إحنا مش بنتكلم عن إله سمعنا عنه صدقوني، لكن اسمعوا صوت الأخت منال عشان تعرفوا أن إلهنا حي. لو إلهنا ما كانش حي ما كانش صوت الأخت منال طلع، لكن صوتها طلع بهذه القوة لأن إلهنا حي، ولأنه صانع معجزات، ولأنه هيعمل معجزات. ويمكن المعجزة النهاردة تحصل في بيتك وتحصل في حياتك، يمكن تكون أنت اللي ربنا هيصنع معك معجزة النهاردة. الأخت نايل طلب الصلاة من أجل طفل لسه مولود، وجدوا ثقب في صدره وفي المستشفى بين الموت والحياة. في طلبة كمان لفتت نظري الحقيقة، الأخت بولا سمير طلب الصلاة من أجل بيتر، عنده 6 سنين وعنده ضمور في المخ ومش بيتكلم، هو طالب صلاة إن الرب يشفيه وإنه يمشي، ودي تكون المعجزة. إلهنا إله المعجزات. هتصلي كمان من أجل بيتر من كاليفورنيا، الأخ رافائيل طالب صلاة من أجل مراته عندها سرطان، ربنا يمد ايده، ربنا يمد ايده ويشفيه من السرطان. الاخت ايلين اسكندر طالبه صلاه من اجل عينيها، ان ربنا ينور عينيها ويشفي عينيها. في طلبه صلاه كمان من اجل الاخت عطيات، طلبه صلاه من اجل محمد، عنده فشل كلوي وبيغسل. أمين، ربنا يمدي إيده ويشفي محمد من الفشل الكلوي. من فضلك صلي لنا يا أخت منال. وأحبائي، أثناء صلاة الأخت منال برنامج قوت الصلاة مش علشان نتفرج، لكن عشان نصلي. يمكن لقلته الأخت منال كان على قلبي أشوف برنامج زي كده في الميديا، ده اللي حطه ربنا على قلبي من 5-6 سنين، وكان بالنسبة لي حلم، لكن الله لما يحط حلم الله بيحققه. الحلم بيتحقق. دلوقتي بنقدر نتجمع من كل مكان في العالم ونصلي، وربنا يسمع ويصنع معجزات، ونشهد عن هذا الإله. كل يوم معجزات، كل يوم معجزات. صحيح. لأن إلهنا إله حي. ده إيماني، أنا بأؤمن بقوة الصلاة، مش بقدم برنامج قوة الصلاة، أنا بأؤمن بقوة الصلاة. بأؤمن أن قوة الصلاة هتخلي المعجزات جزء لا يتجزأ من حياتنا. هنشوف إيده العظيمة
لاني الهنا عظيم. تعالوا نصلي كلنا مع بعض والاخت منال تصلي. اتفضلي يا اخت منال. كنت عايزه بس قبل ما اصلي اقول لاي حد وقع تحت السرطان، عشان انا مريت بالخبره دي، المرض دهوت ما تخافوش منه. أمين. ما تخافوش، يسوع اعظم من اي مرض، سبيشلي للاختين ما تخافوش. ابليس بيخوفنا باسماء كتير، لكن اسم يسوع فوق كل اسم. شكرك. باسم الرب يسوع النهارده شوفوا الاله ملك جالس في جلاله وفي مجده على كرسي عالي، مجده يملأ السماوات والأرض. ودي أنا رؤية شفتها وأنا بصلي قبل ما أشفى، وربنا وراني كده زي كلاود كلها ذهب، وسمعت صوت الرب فودان بيقول مجدي يملأ السماوات والأرض. الله إله عظيم، مجده بيملأ السماء والأرض. ما تخافوش من أي أمراض بسيطة، إله الكون أعظم. يا أبويا السماوي أنا بشكرك وبسبحك وبعظمك، لأن مجدك يملأ السماء والأرض يا رب. ما فيش بقع على وجه الأرض وما فيش مكان يا رب خالي من مجدك يا رب. إنك بنجتمع النهاردة أمامك من كل حتة في العالم باسم الرب يسوع، هذا الاسم الذي أعطي لنا يا رب ليمهد طريقا إلى قدس الأقداس في السماويات. يا رب الطريق ده ممهد بدم يسوع، بدم نفسه، قدم نفسه ذبيحة يا رب ليمهد لنا طريق خلاص وطريق شفاء وتحرير، لنصل إلى قلب الإله العظيم خالق السماء والأرض. ولما نقف قدامه نصرخ بكل جرأة يا أبانا، لأن يسوع قد دفع الثمن فصرنا بنين، فقد اخترنا في المسيح يسوع لنكون لمدح مجده. يا أبويا السماوي بشكرك بعظمك بمجدك، لأنك النهاردة يا رب حسب وعدك في الكتاب إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي يا رب ستأتي في وسطهم. يا رب مجتمعين باسمك، مجتمعين من كل حتة في العالم باسم يسوع المسيح. يا رب بتحد مع الدكتور إكرامي وساندي وكل حد بيشاهدنا، بنجتمع بنفس واحدة، بنفس واحدة كما كان الرسل مجتمعين في العلية. يا رب فتأتي إلينا بقوة، فتأتي إلينا، لأنك أنت قلت أأتي وأصنع بينهم منزلا. يا رب النهارده تأتي كشافي وتمد ايدك وتلمس يا رب كل شخص طالب يا رب شفاء. بصلي من اجل يا رب الاختين يا رب المصابين بالسرطان يا رب، بكلمه من فمك تبيد هذا المرض فيهرب باسم يسوع المسيح. بتكلم بشفاء، بتكلم بتحرير، بتكلم بقوه في الجسد يا رب. يا رب بنرفض يا رب وبننتهر هذا المرض فيخرج فيبرأ بالكمال يا رب، لأن اسمك يسوع الذي يخلص أنت يهوى رافا. يا رب برش دمك عليهم يا رب، يا رب سيكونوا محميين باسم الرب يسوع. يا رب بصلي من أجل كل شاب يا رب تاه في العالم يا رب، وأمه وأبوه بيبكوا النهاردة، أقفوا غطوا ولادكم بدم يسوع واطلبوهم تاني من إيد العدو، وقولوا قد دفع فيهم الدم، بنرش عليهم دم يسوع. فيعبر المهلك يا رب ويأتوا إليك بكل قلوبهم يا رب. النهاردة بنيجي بركب سجدة قدامك طالبينك يا يسوع بقوة في وسطنا للتحرير وللخلاص، لأن ده اسمك، هذا هو إعلانك لينا. أتيت على الأرض لك اسم وهو يسوع الذي يخلص يا رب. هو دي هويتك، هو ده أنت خلاصنا، أنت ترسنا، أنت مجننا يا رب، أنت ملجأنا، بنلجأ إليك يا رب في وقت الضيق. يا رب أنا بصلي من أجل ماجد وبابا يا رب، وبصلي من أجل بنت الرب يا رب مامة ماجد يا رب. النهاردة تأتي في وسط العيلة دهيت يا رب وتصنع أمرا جديدا بينهم يا رب. يطلبونك أنت وحدك بكل قلوبهم يا رب، عينيهم تبقى عليك وحدك، فتأتي كشافي وكمخلص وكمحرر، وتأتي بالفرح يا رب اللي سلبوا إبليس من حياتهم، وبالشفاء وبالتعويض عن كل السنين اللي أكلتها الجراد باسم الرب يسوع. اليوم يوم خلاص، اليوم مختلف، افتحوا قلوبكم وخذوا المسيح نصيبا لكم، فسترون النصرة والشفاء، كل شيء يزاد لكم بغنى بغنى، لأن المسيح هو إلهكم.
يا رب انا بصلي من اجل نايلة، طفل يا رب صغير مولود عنده ثقب يا رب النهارده باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع بصلي من اجل الشفاء، لان في اسم القوه للشفاء يا رب باسم يسوع المسيح. يا رب اشكرك لانك قلت دعوا الاطفال ياتون الي، يا رب هذا الطفل بين ايديك بنستودعه يا رب للشفاء، فتضع يده كما وضعت يدك وشفيت كل من تقدم لك يا رب، نقدمه بين ايديك ونقول لك ضع يدك فيبرا باسم من الرب يسوع. يا رب بنصدقك وبنثق فيك يا رب، اشكرك من اجل يا رب بولا بيصلي من اجل بيتر يا رب ودمور في المخ يا رب باسم يسوع، باسم يسوع حياه جديده، حياه جديده يا رب في المخ وكل خلايا. العلم بيقول مش ممكن تتجدد لان المخ مش ممكن الخلايا تتجدد، لكن انت الخالق، انت خالق المخ يا رب، انت خالق الانسان، خلق جديد يا رب البيتر، حياه جديده باسم الرب يسوع. بصلي من أجل بيتر في كاليفورنيا، رفائيل يا رب بصلي من أجل السرطان باسم الرب يسوع، شفاء يا رب وقوة جديدة باسم الرب يسوع. يا رب أشكرك يا رب من أجل عصيات وقلبها يا رب المشغول بمحمد. محمد أنا عايزة أقول لك إذا كنت تسمعنا أو عصيات، يسوع مات من أجلك لأنه يحبك، لأنه مات من أجل الجميع، وكل من يقبل إليه لا يخرجه خارجا. إذا أتيت طلبت شفاءك باسم يسوع المسيح ستناله، لأنه إله كل صلاح وجودة، لأنه خلقك وهو يعرفك وإنت في أحشاء في بطن أمك، هو يعرفك ويحبك جدا. أشكرك يا رب من أجل إيفيت يا رب، أشكرك يا رب من أجل عيونها النهاردة يا رب، شفاء، شفاء لكل أولادك يا رب، تأتي في وسطنا يا رب. يهوى رافا الذي يشفي، أنا هو الرب شافيك يا رب، زي ما كان يا رب في القديم كل من يرفع عينيه يا رب إلى الحية النحاسية يشفى. النهاردة كل واحد يرفع عينيه وينظر إلى المسيح يشفى باسم الرب يسوع، لأن في كل الخلاص، في كل الشفاء. يا رب أشكرك لأنك إله حقيقي يا رب، يا رب ما بنصرخش كده ولا بنطالب بنلاطم الهوى، لكن بنصرخ لإله حقيقي يعمل في وسطنا أمور عجيبة، وكل يوم بنشوفك يا رب. بشكرك من أجل يا رب الاختبار النهاردة، بشكرك يا رب من أجل كل يوم في اختبار جديد وفي قوة جديدة. بصلي يا رب من أجل عفاف صموئيل يا رب اللي في مصر وتعاني برضو من الكانسر النهاردة يا رب، اعلن يدك القديرة شفاء باسم الرب يسوع، هذا الاله العجيب الذي لا يعثر عليه امر. هاللويا اشكرك، اشكرك لاني اراك يا رب تقول وتصنع خيرا، كل من طالبك يجدك وكل الذين قدموا اليهم شفاهم يا رب. ما سبتش ولا واحد وكنت تضع يدك على كل واحد منهم يا رب، ما فيش حد يا رب انت رفضته، بل كنت بتمشي ساعات طويلة لتصل يا رب الى كل مريض والى كل محتاج. كم انت رائع يا رب، بنديك كل المجد ونسبحك نمجدك نعظمك يا رب ونشكرك. بالايمان ارى يا رب ان كل حد صلينا له نال شفاء، لان اسم يسوع فيه كل قوة. نعم يا رب اشكرك لانك تثبت الكلمة والايمان يا رب. انا بطلب من كل اخ واخت النهاردة صلينا لهم لا يخاف ولا يتجعزع إيمانه ولا ينظر إلى الوراء، بل يثق إن الرب مد يده ويمشي في الشفاء، حتى لو العيال لسه ما تغيرش، سر إن العيال هيتغير في يوم من الأيام، لأن إلهك حي، إلهك حقيقي وصادق، وعندما يلمس يشفي بالتمام بالتمام باسم الرب يسوع. يا رب بنتوب عن كل أمور معطلة في حياتنا، اظهر مجدك في وسطينا، اعلن عن جبروتك وإيدك الشفية يا رب، لأنك إله حقيقي يا رب. مد إيدك بآيات وعجائب يا رب ليؤمن الجميع أنك أنت الطريق الوحيد للخلاص، أنك أنت الإله الحقيقي وحدك وليس غيرك، يسوع المسيح الذي عرفناه، الذي أحبنا ومات من أجلنا ووهبنا معه كل شيء. أمين. لكل المجد يا رب. أمين. 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 أشكرك الحقيقة. أنا مش هشكرك لكن هشكر رب. حقيقة النهاردة ربنا عمل حاجة عجيبة جدا معنا في الحلقة، مشاها بطريقته مش بطريقتنا إحنا. يعني أنا هكرر اللي قلته بخصوص الأخت دولت، من حقها تصلي بهذه الحرارة، إحنا معادنا شبه خلص، ومفروض الكلام
نقوله ربنا قال غيره. صحيح. من حق الأخت منال أنها تصلي بهذه الطريقة، لأنها شافت الله وهو بيمد إيده بيشفيها، بيشفيها من الكانسر. الله النهاردة كلمنا بطريقة مختلفة، بس أرجو أن احنا نسمع، وأرجو أن احنا نجيله، وأرجو أن احنا نتقابل معاه. صوت ربنا كان عالي جدا النهاردة، وأعتقد أنك سمعت صوته لو قاعد قدامنا ولمست حضور ربنا. فاضل أنك تاخد قرارك أنت كمان وتصلي وتقول يا رب حط حياتي بين إيديك. أرجوك بلاش تعاند، العالم مفهوش غير مية ما بتشبعش، لكن ماء الحياة موجود عند رب الحياة اللي كلمك ودعاك النهاردة. أمين. أحبائنا، مع انتهاء وقت الحلقة النهاردة، وحقيقي إحنا جوه الاستوديو حاسين بحضور الرب في كل كلمة متقالة وكل كلمة شاركتونا بيها، ويمكن صلواتكم في البيت رفع أمور كتيرة قوي قدام الله. بنثق إن نفس الرب اللي اتقال عليه في عن شاء عن شمشون إن هو اللي يخرج من الآكل أكلاً ومن الجافي حلاوة، هو نفسه نفس الرب اللي ما بصش للسامرية وقال لها أنت مليانة خطايا، بالعكس قال لها أنا شايف فيكي أمر رائع. اللي ما بصش لولا أدنها على أي حاجة عملتها، بل بالعكس قال لها أنا بمدح فيك الشيء الصحيح بالحق قلتي. الحاجة الوحيدة اللي قلتيها مدحها رغم أنه عارف أن ماضيها كله سيء. رب يسوع دوت هو اللي بيبص لكل واحد النهاردة، أنا ببص لكل حاجة حلوة فيك، ده أنا اللي خلقك، ده أنا اللي عارفك، ده أنا اللي عارف أمورك كلها مهما حاولت تخبي عن الناس كلها. أنا اللي عارفك، أنا اللي حبيتك، أنا اللي دفعت ثمنك، أنا اللي تعلقت على الصليب عشانك. النهاردة نفس الرب دوت اللي راح للسامرية رايح لك وبيطلب منك يا رب عايز مية، بيقول لك أنا نفسي أقعد معاك، نفسي إن شاء الله لو في عز الظهر هقعد معاك، لو طول الليل هقعد معاك، أنت محتاجني أنا معاك بس أنت مش شايفني، أنت مش بتطلبني، اطلبه وأنت هتلاقيه. كل واحد طالب الرب، الرب ما بيخزيش أبدا أي حد بينتظره ولا بيطلبه، ده كلامه واحنا بنلزم الرب بكلامه. احبائنا، مع انتهاء وقت الحلقه انا بسيبك وبسيبك مع طلب للرب، هو الوحيد اللي هيقدر يحط ايديه عليك، هو الوحيد اللي هيقدر يشفي كل الم جواك، الم نفسي او الم روحي، حتى لو عاكك الرب قادر ان هو يستلم كل عك ويقلبه. أمين. لواحد مبشر زي ما كانت المراه السامريه. نترككم ونراكم الاسبوع القادم. سلام. تعبانة ومكسور وانت الشفا في ايديك، مهموم انا وبرمي كل همومي عليك، محتاج انا وعشمان الاحتياجي فيك، وفي احتياجي وضعفي برفع صلاتي ليك، وانا بصلي واقف على الباب ومستنيك يا سامع الصلاة. I'm not afraid.